السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا في احسن حال، وان شاء الله رمضان سعيد علينا وعليكم باذن الله. ربنا يتقبل منا ومنكم في صالح الاعمال ان شاء الله. مع بعض النهارده هنبدا نتناقش في تشابتر 4 في داينامكس اوف ريجيد بادي. الموضوع بيتكلم عن برنسبل اوف ورك اند انرجي. هو برنسبل اوف ورك اند انرجي دي انذر ميثود علشان تحل مساله الداينامكس بتاعت الريجيد بادي غير نيوتن سكند لو. يبقى احنا عندنا طريقتين للحل، اما الايكويشنز اوف موشن واما الورك اند انرجي. هما الاثنين طرق حل ممكن تتكلم عنهم في الداينامكس اوف ريجيد بادي. اوكي، الايكويشن اوف موشن اللي هي يعني نيوتن سكند لو. اوكي، طيب الموضوع بتاع النهارده اللي هو الورك اند انرجي، البرنسبل بتاعهم ده بيتشرح ازاي او هو عباره عن ايه؟ هو بيقول ان انت بتكون موجود عند نقطه واحد محتاج توصل عند نقطه اتنين. عند نقطه واحد انت معاك انرجي اسمها تي 1، عند نقطه اتنين انت معاك انرجي اسمها تي 2. من نقطه واحد لنقطه اتنين انت محتاج تمشي في مسار، فهتبذل شغل اسمه الورك دان من نقطة واحد لنقطة اتنين. طيب عايزين نترجم الكلام ده لمعادلة، قال لك بسيطة، المعادلة بتاعتك بتقول ان تي 2 ناقص تي 1 هي الورك دان من نقطة واحد لنقطة اتنين. طيب مين هي التي ومين هي الدبليو؟ قال ان التي بالنسبة لك هي مين؟ هي الكاينيتيك انرجي. انرجي. طيب والدبليو؟ قال لك ده الورك دان. يعني ايه؟ يعني ده الشغل اللي انت بذلته من نقطة واحد لنقطة اتنين. اوكي، طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ايه مكونات المعادلة دي. طيب تعالى نكتبها تاني كده. المعادلة بتاعتي بتقول ان تي 2 ناقص تي 1 ايكوال الورك دان من نقطة واحد لنقطة اتنين. طيب الرايت هاند سايد اللي هو الورك دان من نقطة واحد لنقطة اتنين قال ان هو ملوش مصدر واحد، لا ده له مصدرين. يعني ممكن نكتبه ونقول ان هو عباره عن الورك دان من نقطه واحد لنقطه اتنين زائد الورك دان من نقطه واحد لنقطه اتنين، بس ده اللي جاي من حاجه اسمها الكونسرفاتيف فورسز، وده اللي جاي من حاجه تانيه اسمها النون كونسرفاتيف فورسز. اوكي، مين هي بقى الكونسرفاتيف فورسز ومين النون كونسرفاتيف فورسز؟ الكونسرفاتيف فورسز هي الفورسز اللي الورك اللي بيحصل بسببها لا يعتمد على المسار. يعني المسار مش افكت معاك في حساب الورك بتاعك ده. في قوتين هم اشهر حاجه بيأثروا معانا ككونسرفاتيف فورسز، اللي هو الوزن والسبرينج من نوعيه، سواء كان تورشنال اللي هو ثيتا او لينير اللي هو بيتكلم عنه بدلتا. اوكي، طيب النوع الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه هو النون كونسرفاتيف فورسز. طيب مين بقى النون كونسرفاتيف فورسز؟ قال لك النون كونسرفاتيف فورسز دي اي حاجه ما عدا الكونسرفاتيف فورسز. يعني هي كل الاكسترنال فورسز ما عدا مين؟ الاثنين اللي انت اتكلمت عنهم فوق، اللي هم الوزن والسبرينج. اي قوه ثانيه دي تعتبر نون كونسرفاتيف فورسز. طيب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده علشان نخلي شكل المعادله دي افضل شويه. يعني هنقول الاتي، هنقول الايكويشن بتاعنا بتقول تي 2 ناقص تي 1 بتساوي الورك ده من نقطه 1 لنقطه 2 من النون كونسرفاتيف فورسز، وهشيل الكونسرفاتيف فورسز الورك دان باي كونسرفاتيف فورسز وهسميه الفرق في البوتنشال انرجي. يعني هو V1 ناقص V2. هي مين ال V؟ قلنا ان ال V دي حاجه اسمها، تعالى نكتبها هنا كده، ال V1 وال V2 هي حاجه اسمها البوتنشال انرجي. اوكي، من هنا نقدر نلخص الموضوع بتاعنا ونقول ان تي 2 زائد في 2 ناقص
V اللي هي T1 اهو زائد V1 كل الكلام ده يساوي الورك ده من نقطة واحد لنقطة اتنين نتيجة الـ non-conservative forces. يبقى أنا معايا دي معادلة نقدر نشيل كل الكلام ده ونسميه E2 نقدر نشيل كل الكلام ده ونسميه E1 الكلام ده بيساوي الورك ده من الـ non-conservative forces. أوكي؟ يبقى أنا دلوقتي معايا الإيكويشن دي أقدر أتكلم عنها ومعايا الإيكويشن دي أقدر أتكلم عنها. يبقى تلخيص الكلام انت معاك الكويشن بتقول ان T2 ناقص T1 بتساوي الورك ده من نقطة واحد لنقطة اتنين من كل الفورسز بتاعتك سواء كونسرفاتيف او نون كونسرفاتيف او تقول ان E2 ناقص E1 الكلام ده بيساوي الورك ده من نقطة واحد لنقطة اتنين نتيجة مين؟ نتيجة بس النون كونسرفاتيف فورسز. اوكي؟ يبقى ده دلوقتي تلخيص الكلام بتاعك. علشان نبدا نتكلم عن الموضوع انت محتاج تقول انا معايا دلوقتي حاجه اسمها الورك معايا حاجه اسمها البوتنشال معايا حاجه اسمها الكاينتيك انرجي كل واحده من دول انا بحسبها ازاي فاحنا محتاجين نعرف كل واحده منهم ممكن تتحسب ازاي تعال نبدا مع بعض بالورك الورك ممكن يجي نتيجه شويه حاجات ايه هما زي ما قلنا ممكن يجي نتيجه كونسرفاتيف ونتيجه نون كونسرفاتيف فاحنا اللي هنتكلم عنه بس هو النون كونسرفاتيف يعني اللي يسبب عندك وورك ويكون نون كونسرفاتيف فورسز يعني ولا هو وزن ولا هو سبرينج فاول حاجه مثلا لو اتكلمت هتكون عندك اكسترنال فورس كل الحكايه انك تقول ان انت عندك جسم كده تؤثر عليه قوه اسمها بي بي دي بتميل بزاويه اسمها ثيتا فكل اللي هتقوله ان انت هنا بوزيشن 1 هنا بوزيشن 2 ما بينهم مسافه اسمها اس فانت هتقول ان انا معايا دلوقتي الورك ضل نتيجه العمليه دي من واحد لاثنين ده عباره عن مين؟ عباره عن الفورس بتاعتك اللي هي بي كوساين ثيتا في مين؟ في اس. اوكي؟ لو البي كانت مع الاس يبقى بوزيتيف لو عكسها يبقى نيجاتيف يعني يعني إيه طول ما فيش ازاحه انت ما عملتش ورك يعني انا تخيل ان انا جيت على جدار كده وفضلت ازق فيه للسنه الجايه انا تعبت لكن ما فيش ورك لو جيت تحسب الورك هتلاقيه كام؟ زيرو لان انا ما عملتش اي ديسبليسمنت فهيبقى بزيرو طيب لو انا بقى عملت ديسبليسمنت لو انا عملت ديسبليسمنت في اتجاه القوه اللي انا باثر بيها ده معناه ان القوه بتاعتي ساعدت على حدوث الديفورميشن دي فيبقى انا عملت ورك بوزيتيف طيب لو انا عملت قوه في اتجاه وحصل ديفورميشن في عكس الاتجاه ده معناه ان انا كنت بعاكس حدوث الديفورميشن ده وبناء عليه يبقى انا عملت ورك نيجاتيف على الحركه بتاعتي دي تمام ده كان الجزء الاول اللي هو الاكسترنال فورسز طيب ايه الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل معاك الحاجه الثانيه معانا هي الفريكشن فورس ودي قوه ريزيستنس يعني ايه؟ يعني قوه مقاومه، يعني انت دايما هيكون عندك الفريكشن بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يمنع الحركه، وبناء عليه دايما هتلاقي قوه الفريكشن عكس اتجاه مين؟ عكس اتجاه الحركه، صح ولا ايه؟ وبناء عليه فانت هتقول ان الورك دان من نقطه واحد لنقطه اثنين، بفرض برضه ان احنا مشينا مسافه اس، هتلاقيه بيساوي نيجاتيف الفريكشن فورس في الاس اللي انت عملتها. طيب مين هي الفريكشن فورس؟ احنا نقدر نشيل الفريكشن فورس دي كلها ونكتبها ميو في النورمال رياكشن ان. اوكي؟ يبقى ده كان الحاجه الثانيه، الحاجه الثالثه معانا هو مين؟ هو الاكسترنال مومنت. يعني انا لو عندي رود معلق كده بيميل مع الهوريزونتال بزاويه اسمها ثيتا وكان معايا هنا كده مومنت. فانا اقدر اقول لك ان الورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 او من بوزيشن 1 لبوزيشن 2 هو عباره عن مين؟ عباره عن المومنت مضروب في الثيتا. اوكي؟ طيب الثيتا دي هنا طبعا لازم تكون بايه؟ بالراديان لانها ولا جوه كوساين ولا جوه ساين ولا جوه تان ولا جوه اي داله من الدوال المثلثيه دي وبناء عليه لازم نحطها بالراديان. اوكي؟ فلو المومنت هو اللي بيزود الثيتا فيبقى بوزيتيف، طب لو عكسها يبقى نيجاتيف، اوكي؟ يبقى ده الحاجه الثالثه معانا، بعد كده بقينا مين؟
قال لك في حاجه بقى كده سبيشال كيس اللي هي الرولينج. اللي هي مين؟ الرولينج. الرولينج ان انت بيكون عندك قرص كده بيمشي على مسار بالصوره اللي انت شايفها دي. تعال نسمي النقطه دي واحد، النقطه دي اتنين، النقطه دي تلاته. اوكي؟ فانا لو قلت ان الفورس اللي بتاثر عندك بتاثر هنا اسمها اف كده، وانا همشي مسافه اسمها اس. اوكي؟ طيب فدلوقتي خد بالك اس دي يعني السنسر ده هينتقل مسافه اسمها اس. فعنده نقطه واحد مره هنحط الاف، عنده نقطه اثنين مره هنحط الاف، عنده نقطه ثلاثه مره هنحط الفورس اف. اوكي؟ ففي مرحله الرولينج الورك اللي بيحصل عندك هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس اللي موجوده مضروبه في الفلوسيتي بتاع النقطه مضروبه في المسافه اللي انت هتتحركها هي ال او اس زي ما انت عايز. تعالى نكتبها اس اهي، يبقى هنا كده اس ومعاك هنا اوميجا ار. الكلام ده له اثبات ما مش هندخل نفسنا فيه دلوقتي. يبقى ده من نقطه واحد لنقطه اثنين. طيب عند نقطه واحد بقى يبقى الورك ده من نقطه واحد لنقطه اثنين عند واحد. اوكي؟ هل النقطه دي عندها اصلا فيلوستي؟ لا، ده الفيلوستي بكام؟ بزيرو. يبقى الورك ده بكام؟ بزيرو. طيب عند نقطه اثنين انا عارف الفيلوستي بكام؟ باوميجا في ار. يبقى اف اوميجا ار، احنا عارفين النقطه ديت الفيلوستي بتاعتها بكام؟ اوميجا في ار. ليه؟ لان ده كده اه صح ولا لا؟ وده كده بيدور بسرعه زاويه اللي هي الانجلر فيلوستي اللي هي اوميجا. اوكي؟ فانا دلوقتي اقدر اقول ان دي اوميجا في ار، وهنا معاك اس على اوميجا في ار، فينتج لك الكلام ده اللي هو عباره عن اف في اس. جميل جدا. طيب اخر حاجه هيكون عندك الورك دان من نقطه واحد لنقطه اثنين اهو، من نقطه واحد لنقطه اثنين بس عند نقطه ثلاثه. طيب الفرصه اهي. طب السرعة عند النقطة دي بكام؟ مش هي أوميجا في صح ولا لأ؟ يعني أنت معاك هنا أوميجا في 2 آر، يبقى 2 أوميجا آر. ليه؟ لأن المسافة دي كده لو جيت تبص عليها هتلاقيها قد إيه؟ ها؟ المسافة دي كده هتلاقيها 2 آر مش آر واحدة بس، ومعاك أوميجا، فلو جيت تعمل خط كده هتلاقي طوله 2 آر، تيجي تحسب السرعة تلاقيها إيه؟ 2 آر في أوميجا. لما تيجي تعوض هيبقى عندك هنا اس على اوميجا في ار، شيل الكلام ده مع بعضه يطلع لك ان الورك دان بتاعك في الحاله دي كان عباره عن 2 اف اس. اوكي؟ فالكلام مهم جدا ان يكون حاطه في دماغك، عند النقطه دي الورك بزيرو، عند النقطه دي هو اف في المسافه المقطوعه، عند النقطه دي هو 2 اف في المسافه المقطوعه. وبكده احنا قدرنا نحسب الورك من الاشكال المختلفه اللي ممكن تقابلنا في المساله. بقينا ايه تاني نحسبه؟ الحاجه اللي بعد كده احنا عايزين نحسب الفي. مين هي الفي؟ هي البوتنشال. اوكي؟ طيب قلنا ان ده بيجي من الكونسرفاتيف فورسز اللي هم مين؟ اللي هم الوزن والسبرينج. فكلام جميل جدا، احنا هنعملها ازاي؟ هقول لك. بص يا سيدي، انت علشان تتكلم في الموضوع ده هتقول لما تيجي تتكلم عن الوزن اهو، الوزن هيكون موجود هنا، بعد كده هيكون موجود هنا، ادي نقطة واحد، ادي نقطة اتنين، هيكون عندك ديتم كده، الديتم ده نقدر نقيس منه المسافة من هنا لهنا ونسميها اتش1، ومن هنا لهنا ونسميها اتش2. طيب بخصوص بقى من هنا لهنا كده دي هنسميها اتش. فأنا هقول لك إن البوتنشال إنرجي بتاعتك هي عبارة عن مين؟ ام، آسف، هي عبارة عن اهو ام جي اتش. مين اتش؟ هي الحته دي. طيب لو انا نازل لتحت ده معناه اني عملت ديسبيسمنت اتش في اتجاه الفورس اللي هو ام جي، يبقى بوزيتيف. طيب لو انا طالع لفوق يبقى ده معناه ان انا عملت ديسبيسمنت لفوق عكس اتجاه القوه فيبقى نيجاتيف. طب هل في طريقه ثانيه للحل؟ قال لك ايوه. فانت عندك دي طم هنا اللي عنده البوتنشال بكام؟ بزيرو. فهتقول ان هو عباره عن ام جي في مين بقى؟ في اتش 1 اللي هو ارتفاع الجسم في الوضع الاول عن الديتم بتاعك، ناقص اتش 2 اللي هو ارتفاع الجسم بتاعك في الوضع الثاني عن الديتم بتاعه. هنا بقى ما تشغلش بالك خالص بالاشاره. ليه؟ لان لو كان الوضع الاول تحت والوضع الثاني فوق
ده معناه ان ال H1 اقل من H2 فالغالب هيطلع نيجاتيف لوحده. اوكي؟ فما تشغلش بالك خالص بالصعيد. الحاجه الثانيه ان انت يكون عندك الورك دان نتيجه مين؟ انا اسف، الورك دان نتيجه السبرينج اللي هو البوتنشال نتيجه السبرينج. خد بالك ان ده احنا ممكن نسميه في جي نتيجه الجاذبيه يعني الجرافيتي. اوكي؟ طيب الفي سبرينج بقى ده بيكون عباره عن هاف في الكي اللي هو الكونستانت او الستيفنس بتاع السبرينج بتاعك دلتا، او تعالى نسميها اكس بقى. هنا هيكون عندك اكس 1 سكوير ناقص اكس 2 سكوير. اوكي؟ طيب بعد كده لو الكلام ده لو انت بتتكلم عن اللينيز. طب لو كان تورشنال هتقول ان انت عندك هاف اهو الكي اهي، الاكس يبقى اسمها مين؟ ثيتا 1 تربيع ناقص ثيتا 2 تربيع، وطبعا الثيتا هنا تكون بمين؟ تكون بالريديان. اوكي؟ فانت دول كده هما البوتنشال اللي انت تقدر تتكلم عنه. فالموضوع سهل خالص، مين هي الاكس؟ اقدر اقول لك ان الاكس 1 هي عباره عن ال1 ناقص ال نوت، واكس 2 هي عباره عن ال2 ناقص ال نوت، اللي هي الديفورميشن اللي موجود في السبرينج في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه. طيب انت لازم تكون واخد في اعتبارك ان الورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه السبرينج هو عباره عن نيجاتيف هاف كي اكس 1، وان في الوضع الثاني انا اسف ده في ده اللي موجود جواه. لو هو في ازاحه اسمها اكس 1 مفيش حاجه اسمها ورك عند نقطه، الكلام ده مش مظبوط. اوكي؟ ده مش مظبوط. انت عندك ده هو البوتنشال بتاعك عند الوضع الاول اللي هو في بتاع السبرينج اهو، ده الفي بتاع السبرينج في الوضع الاول بيساوي كده، والفي بتاع السبرينج في الوضع الثاني يساوي كام؟ هاف كي اكس 2. فلما تيجي تجمعهم مع بعض يطلع لك ان اكس 1 ناقص اكس 2 مش العكس. ده خطا شائع خلي بالك منه. يعني من الوزن هتلاقي عندك ام جي اتش 1 ناقص اتش 2. طيب في السبرينج هتلاقي عندك هاف كي اكس 1 سكوير ناقص اكس 2 سكوير، وهنا لو انت معاك التورشنال سبرينج كان هيبقى موجود عندك ثيتا بدل مين؟ بدل الاكس. كده احنا خلصنا حسابات الورك والبوتنشال، بقينا مين؟ بقينا التي اللي هي الكاينتيك انرجي. تعال نشوف نحسبها، تعال نشوف نحسبها ازاي. الكاينتيك انرجي اللي هي بنرمز لها بالتي اهي، لو انت بتتكلم عن بارتكل انت بيحصل لك ترانسليشن بس، وبناء عليه التي بتاعتك هي عباره عن هاف ام في سكوير. اوكي؟ طيب لو انت بتتكلم عن بادي جسم، لا انت بيحصل لك ترانسليشن وكمان بيحصل لك ايه؟ روتيشن، وبناء عليه انت لازم الكاينتيك انرجي بتاعتك تمثل الاثنين. فهقول لك ان التي في الحاله دي هتبقى عباره عن مين؟ عن هاف ام في سكوير. طيب الفي هنا البارتكل كان عباره اصلا عن نقطه، فمش فارق معايا عند هو نقطه خلاص، لكن البادي له ابعاد له دايمنشن، فلازم تقول لي عند انهي نقطه هاخد الفيلوسيتي، فقلت لك عند السي جي بتاعه اللي هي في جي. طيب كده خلصنا؟ لا احنا كده عبرنا عن الترانسليشن. الروتيشن يبقى هاف اوميجا سكوير اي اللي هو المومنت اوف انرشيا عند السي جي بتاع البادي بتاعك. الكلام ده ممكن نلخصه لترم واحد بس اللي هو يبقى عباره عن هاف اوميجا سكوير الاي، بس الاي بقى تبقى فين؟ تبقى عند الانستينيوس سنتر الخاص بالبادي بتاعك اللي انت بتدرسه. تمام؟ كده يا شباب احنا عرفنا ازاي نحسب الورك، عرفنا ازاي نحسب البوتنشال اللي هو الورك نتيجه الكونسرفاتيف فورسز، عرفنا ازاي نحسب مين؟ التي. الحقيقه ان الاثنين مهمين، يعني التو فورمولاز اللي قدامك دول مهمين، يعني مش واحده فيهم بس اللي هنستخدمها، ممكن احيانا بتكون دي سهله وممكن احيانا بيكون دي اسهل. اوكي؟ يعني لو الانستينيوس سنتر بالنسبه لك واضح، يعني لو الانستينيوس سنتر بالنسبه لك واضح هو ده اللي عليه كلام، يعني لو ده سهل يبقى خلاص استخدم الثانيه وخلاص، يبقى ترم 1 تبقى ترم 1. لكن لو انت بتتكلم عن حاجه ما انتش عارف الانستينيوس او الانستينيوس سنتر بتاعها هيدي لك جيومتري صعبه، ف
فابدا على طول استخدم الفورمولا الاولانيه اللي هي ما فيهاش اصلا انستنتس سنتر. تمام يا شباب؟ بكده احنا قدرنا نعرف ايه المطلوب مننا نحسبه ونحسبه ازاي. تعالوا مع بعض نشوف بقى اول مساله شكلها عامل ازاي ونبدا نحلها. المساله الاولى معانا هي عباره عن ديسك بيعمل رولينج على سيرفيس مايل زي ما انت شايف كده. السيرفيس ده مايل بزاويه 20 درجه زي ما هو قال. الديسك ده له كتله 25 كيلو مربوط بسبرينج. السبرينج ده الكي بتاعته 3 كيلو نيوتن بالمتر وبيأثر عليه قوه خارجيه 1.6 كيلو نيوتن يعني يقدر يقول 1600 نيوتن. الديسك له راديوس 1 متر وفي عنده نقطه A فريكشنال مومنت 150 نيوتن نيوتن متر بالريت يعني مومنت بيعاكس حركه الديسك ده. بيقول ان في الوضع الابتدائي للحركه كان السبرينج ده مضغوط 15 سم. لو هو اتحرك لفوق كده يعني لو اتحرك لفوق كده 50 سم يبقى هنا كده 50 سم. قول لنا بقى ايه اللي هيحصل. فهو طالب منك الورك دان نتيجه الفورس بي، طالب الورك دان نتيجه الجرافيتي اللي هو الوزن، طالب الانجل اللي حصل دوران بيها، طالب الاكس 2 يعني الديفورميشن اللي حصل في البوزيشن الثاني لما يمشي يعني ال 50 سم، طالب الورك دان من السبرينج، طالب الورك دان من المومنت، طالب الورك دان من كل دول يعني مجموع كل دول. تمام؟ وبعد كده طالب التي 1 والتي 2 وطالب الاوميجا اللي هي الانجلر فيلوسيتي بتاعت الديسك في الوضع الثاني. طيب الانجلر فيلوسيتي في الوضع الاول كانت بتساوي كام؟ بتساوي صفر لانه كان لسه ما بيتحركش. اوكي؟ يبقى هو كان واقف ما بيتحركش. يبقى التي 1 انا عارف على طول ان هي بكام؟ بزيرو من قبل ما احل. اوكي؟ بقينا دلوقتي بقيت الحاجات دي تعالى نشوف هنعملها ازاي. بدأ معانا الموضوع بالورك من نقطة 1 لنقطة 2 أهو البي. فالورك ده من نقطة 1 لنقطة 2 هو عبارة عن بي في اس في المسافة اللي نمشيها. البي بكام؟ 1600 نيوتن والاس بكام؟ 0.5 فده على طول يطلع 800 نيوتن متر احنا هنسميها ايه؟ جول. اوكي؟ بعد كده الورك ده من نقطة 1 لنقطة 2 من الوزن. فهقول لك اهو الورك ده من نقطة 1 لنقطة 2 هو عبارة عن ام جي اتش. لو انت طالع لفوق بوزيتيف، لو انت نازل لتحت نيجاتيف. اوكي؟ طيب انا كنت موجود هنا كده وبقيت موجود هنا كده، صح؟ يبقى انا ايه؟ طلعت لفوق يبقى انا نيجاتيف. صح كده؟ طيب تعالى نعوض. يبقى انا هقول دلوقتي الكلام ده يساوي سالب الكتلة 25 الجي ب 10 الاتش بقى بكام؟ الاتش هي الحته دي اهي. طيب مش الطول ده كده نص متر والزاويه دي ب 20 يبقى هنا كده كاني بقول كام؟ كاني بقول اهو بكل سهوله هي عباره عن 0.5 ساين 20. تمام يا شباب؟ يبقى ده هو الورك ده نتيجه الوزن. ايه الكلام ده كله على بعضه يساوي في الاخر كام؟ يساوي معاك سالب 42.75 جول. وده كان الاختيار سي. اما الورك ده نتيجه البي كان الاختيار بي. دول اول نقطتين. بعد كده هو طلب منك الانجل اللي حصل روتيشن بيها. الانجل دي علشان تحسبها انت محتاج ايه؟ محتاج تقول ان المسافه اللي انت مشيتها هي عباره عن الار في الثيتا، صح كده؟ طيب المسافه اللي انت مشيتها قد ايه؟ تعالى نعوض اهو 0.5. انا مشيت مسافه مقدارها 0.5. طب الريديوس بكام؟ بواحد. طب والثيتا بكام؟ لا ده انا عايزها. تطلع لك الثيتا بتساوي 0.5 ايه؟ ريت طبعا. اوكي؟ يبقى هنا كده انت قدرت تطلع له الثيتا بتساوي كام؟ بكل سهوله. بعد كده هو عاوز يعرف ال اكس 2 يعني عايز يعرف الديفورميشن اللي موجود في السبرينج في الوضع الثاني. طيب احنا قلنا ان هو في الوضع الاول اكس 1 كانت بتساوي كام؟ 0.15 صح؟ كان مضغوط 15 سم مضغوط، خد بالك، صح كده؟ يعني دي كانت سالب 0.15 مش كده؟ وهو مش قد ايه؟ نص متر. يبقى انا اقدر اقول لك ان اكس 2 هي عباره عن الاس اللي هو مشيها ناقص مين؟ ها؟ او زائد بقى الاكس 1 اللي كانت موجوده فيه اصلا، صح كده؟ فاقدر اقول لك ان الاكس 2 هي عباره عن اهو اس 0.5 زائد سالب 0.15. ايه الكلام ده كله على بعضه يطلع 0.35 متر. وده كان الاختيار A. يا شباب كده انا عرفت الاكس 1 بكام، اكس 2 بكام.
بعد كده انا كان عايز الورك ده من نقطه 1 لنقطه 2 من السبرينج. صعبه خالص اهو، هي عباره عن هاف كي اكس 1 سكوير ناقص اكس 2 سكوير. طيب تعالى نعوض مع بعض. هنا انت معاك الكي بكام؟ الكي كانت بكام؟ الكي كانت ب 3 كيلو، يعني تقدر تقول ان هي 3000 نيوتن بالمتر، صح؟ هذا 3000 اهو. طب الاكس 1 0.15 تربيع سالب ولا موجب؟ مش تفرق، كده كده في تربيع، وهنا كده 0.35 تربيع. لما تحسب الكلام ده على خير ان شاء الله تلاقي الورك دان نتيجه السبرينج من بوزيشن 1 لبوزيشن 2 طلع نيجاتيف 150 جول. طبعا ده كان موجود في الاختيارات، الاختيار سي. تمام يا شباب؟ دعينا دلوقتي الورك دان من بوزيشن 1 لبوزيشن 2 نتيجه مين؟ نتيجه الفريكشنال مومنت. اوكي؟ فريكشنال مومنت يعني زي ما اتفقنا ان هو بيعاكس الحركه اللي انت بتعملها. طيب احنا اتفقنا لو انا عندي مومنت فالورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه المومنت هو عباره عن مين؟ عباره عن المومنت مضروب في الزاويه اللي هو اتثبت في حدوثها. لو هو معاها هيبقى بوزيتيف، لو هو عكسها هيبقى نيجاتيف. احنا عارفين ان هو عكسها لانه قال لك فريكشنال مومنت، يعني فريكشن اصلا هي ريزيستنت فورس، فلما يبقى فريكشنال مومنت يبقى هو ريزيستنت مومنت. اوكي؟ فهنا كده انا معايا المومنت انا عارف قيمته بتساوي كام؟ اهو المومنت 150 وده مسالب، والثيتا انا حسبتها طلعت 0.5، يعني هنا يقول لك سالب 75. كان الاختيار مين؟ لو جينا نبص كده هنلاقي الاختيار سي. لحد دلوقتي الدنيا ماشيه زي الفل. كل اللي بقينا دلوقتي ان احنا نقول ايه؟ نقول هو عايز الورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه كل الكلام ده. فانت هتقول الورك دان من 1 ل 2 نتيجه مين؟ الوزن، زائد الورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه مين؟ السبرينج، زائد الورك دان من 1 ل 2 نتيجه مين؟ البي، زائد الورك دان من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه المومنت. كل ده لما تجمعه ان شاء الله تلاقي في الاخر طلع لك الرقم اللي هو كان طالبه، اللي هو كان بكام؟ كان 532.25 جول، وده كان الاختيار سي. بكده احنا تقريبا خلصنا كل الحاجات اللي هو طالبها، بقينا بس تي 1 تي 2. لما تيجي تقول تي 1 اتفقنا ان احنا ايه؟ كنا في الريست، صح؟ وبناء عليه تي 1 تساوي 0. طيب تي 2، تي 2 دي هتساوي هاف اوميجا سكوير في الاي عند مين؟ عند الانستنيوس سنتر. يعني التي 2 هي عباره عن اهي، تي 2 هي عباره عن هاف اوميجا سكوير اي عند الانستنيوس سنتر. طيب عندي جسم بيعمل رولينج، الانستنيوس سنتر بتاعه فين؟ ها؟ على طول من غير ما افكر ده موجود هنا. طيب ده ديسك، انا حافظ ان المومنت في نفسها فين؟ هنا. الانستنيوس سنتر معروف ولا لا؟ اه معروف اهو. يبقى انا اقدر اقول ان الاي عند الانستنيوس سنتر هي عباره عن، اجيب الاول عند السي جي اللي هي هاف ام ار سكوير، وبعد كده انقل. طب انا عايز انقل من هنا لان المسافه دي قد ايه؟ ار، يبقى ام ار سكوير، يبقى كانها 3 على 2 ام ار سكوير. يبقى انت كده قدرت تحسب الاي عند الانستنيوس سنتر. تقدر تقول من هنا بكل بساطه انت بقي معاك التي التي 2 از فانكشن اوف مين؟ في اوميجا، صح كده؟ فتقدر تكتب المعادله بتاعتك ان التي، تعالى نكتبها بلون مختلف اهو. تقدر تقول دلوقتي ان التي 2 ناقص التي 1 كانت بتساوي الورك ده من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه كل القوى اللي عندك. تي 1 ب 0 اهو، تي 1 بكام؟ ب 0. وتي 2 اهي هي عباره عن هاف اوميجا سكوير انا عايزها، والاي دي هي 3 على ال 2 في 25 في 1 تربيع، صح كده؟ الكلام ده يساوي الورك دان اللي هو 532.25. من هنا اقدر اطلع مين؟ اقدر اطلع الاوميجا بكل سهوله. تطلع الاوميجا بتاعتك من المساله اهي، الاوميجا بتاعتي تساوي كام؟ تطلع الاوميجا 5.33، وده كان الاختيار سي. وبكده نكون خلصنا اول مساله معانا في التشيت بتاع الورك اند انرجي. هنا كان مهم جدا ان انت تكون عارف لما بتاثر بقوه هنا كده ان الورك ضن هو عباره عن اف في اس، لكن لو كانت الفورس دي موجوده هنا كانت هتبقى كام؟ 2 اف في اس. ده كان مهم جدا بالنسبه لك. مهم جدا ان انت تكون فاكر ان الانستنيوس سنتر في الرولينج موجود هنا. لو ما كنتش فاكر الكلام ده كان هيبقى صعب عليك جدا تحلل المساله. تمام يا شباب؟
كده تمام. احنا خلصنا المساله الاولى، تعال نبص على المساله الثانيه شكلها عامل ازاي. المساله الثانيه بيقول ان انت عندك مربع، المربع ده عنده الطول بتاع اي ضلع فيه ب 3 اهو. بيقول ان انت عندك الماس 150 كيلو، بيقول ان في سبرينج موجود هنا، السبرينج ده الكي بتاعته 1.5 كيلو نيوتن بالمتر، وبيقول ان انت عندك النوت للسبرينج كانت 2.6. هنا بيقول ان البوزيشن الاول كانت ان تعال نقرا كده مع بعض. بيقول ان هو الماس بتاعته ال ام وعنده طول ال، بيقول ان هو موجود بالسبرينج. البليت بدات تتحرك من الريست، مهم جدا دي ان هي بدات تتحرك من الريست، يبقى على طول تي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 0 على طول. من الوضع اللي انت شايفه، الوضع اللي انا شايفه ده ان ده كده فيرتيكال اوكي، يبقى ثيتا على طول مش محتاج الداني، دي بكام؟ 45. ليه؟ لان دي كلها على بعضها كده 90 صح؟ شيء انا اسف، دي كلها على بعضها 180، فين منها 90 للحته اللي جوه دي؟ يبقى لك 90 على الاثنين، يبقى الثيتا على طول بكام؟ 45. يبقى البوزيشن الاول ان الثيتا بكام؟ 45. البوزيشن الثاني بقى بيقول لك ان الثيتا هتبقى بزيرو، يعني كان الاي دي اللي هو ده هيبقى هوريزونتال هنا كده تمام. يبقى احنا كده مع بعض لما تيجي تفكر في البوزيشن الثاني شكله عامل ازاي اهو. يبقى البوزيشن الثاني ان ال تعالى نغير اللون بس كده نخليه احمر مثلا، هيبقى شكله عامل كده اهو. ده كده البوزيشن الثاني بتاعك اوكي. وطبعا السبرينج بتاعك هيفضل موجود هنا كده منور، ما فيهوش اي مشكله خالص، من نفس النقطه اللي هو مربوط بيها. يبقى انا دلوقتي عارف البوزيشن الاول شكله عامل ازاي، البوزيشن الثاني شكله عامل ازاي، كمان حددت التي 1 من قبل ما احل خالص ان هي بكام، ان هي بزيرو. عايز هو ايه بقى؟ عايز الاكس 1 اللي هي الديفورميشن اللي موجود في السبرينج في الوضع الاول. عايز بعد كده الفي 1 البوتنشال انرجي فين؟ في الوضع الاول. عايز الاي 1 اللي هي الميكانيكال انرجي، لو تفتكر ان هي كانت عباره عن التي زائد الفي في الوضع الاول صح كده. بعد كده عايز التي 2 بوزيشن 2 بقى وكل حاجه في البوزيشن الثاني. بعد كده عايز الفيلوسيتي بتاعت نقطه دي اللي هي النقطه دي في الوضع الثاني بتساوي كده. تعالى بينا مع بعض كده نبدا نحل المساله زي ما عملنا المره اللي فاتت ونشوف هنعمل ايه. احنا بدانا المساله بتاعتنا باننا قلنا اهو انا معايا تي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 0. كلام جميل. بعد كده انا عايز الاكس 1، الاكس 1 هي عباره عن ال ناقص ال نوت. طب ال دي بكام؟ قال لك انت عامل كده صح؟ لا كنا عاملين ازاي؟ ركز معايا واحده واحده كده اهو. انا معايا ده هنا كده والسكوير بتاعك اهو اهو اهو، وهنا كده السبرينج بتاعك صح كده. احنا عايزين نحسب دلوقتي طول السبرينج في الحاله دي بيساوي كام. طيب هو مش انت معاك دي كده بال ومعاك الزاويه دي دلوقتي حسبناها ب 45 يبقى انا معايا على طول الطول ده ولا لا؟ الطول ده على طول من غير ما تفكر، يبقى انت معاك ال دي هي عباره عن كام؟ عباره عن ال ساين 45 اهي بكل سهوله. طب وده بكام؟ لا ده خلاص انا عارفه 2.6. اقدر اطلع من هنا مين؟ اقدر اطلع الاكس 1 بتساوي كام؟ لان ال خد بالك كانت معايا، ال اصلا دي معايا ب 3 وساين 45 ب 3، ساين 45 ناقص 2.6 تلاقي معاك الاكس 1 طلعت بكل سهوله. تطلع بكام بقى الاكس 1؟ تعالى نكتبها، تطلع نيجاتيف 0.7 او 48 اهي اهو نيجاتيف 0.48 متر، وده كان الاختيار سي اوكي. بعد كده هو قال انا عايز ال في 1 اللي هو البوتنشال انرجي في الوضع الاول، فسهله هيجي منين؟ هيجي من الوزن اللي هو ام جي اتش زائد مين بقى؟ السبرينج اللي هو هاف كي اكس 1 سكوير صح كده؟ طيب بكل سهوله الموضوع سهل جدا اهو. انت عايز ام جي اتش، مشكلتك كلها تكمن في مين؟ تكمن في الاتش. مش انت عندك الجي اهو، يبقى الاتش بتاعتك اهي. طيب الاتش دي تيجي ازاي؟ لو انت عندك مربع عامل كده، مش انت عارف الطول ده ولا لا؟ الطول ده على طول بكام؟ ها مش الطول ده هو ال جذر 2 صح ولا لا؟ ال تربيع زائد ال تربيع تحت السكوير، لما تاخد السكوير روت يطلع لك كام؟ يطلع لك جذر 2 ال صح كده؟ طيب
لما انت عايز نصه بقى اللي هو الحته دي يبقى جذر 2 ال على ال 2 صعبه، يبقى هو ده الاتش بتاعك. يبقى انا معايا دلوقتي الاتش خلاص انا عرفته. طيب الاكس 1 خلاص جبتها، يبقى كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اعوض المساله بتاعتي واقول الماس بتاعتي كام؟ 150، والجي بكام؟ ب 10، والاتش بكام؟ ب جذر 2، والال احنا قلنا ان هي ب 3 مقسومه على ال 2، كل ده زائد هاف. الكي بكام؟ اتفقنا ان الكي كانت ب 1500 نيوتن متر، والاكس 1 اللي هي 0.48 تربيع. من هنا كده لما تحسب البوتنشال انرجي في الوضع الاول يطلع لك مع بعض كده نحسبها تلاقيها طلعت 3354.06 يعني 0.1. ده لو بصيت هتلاقي اقرب اختيار هو الاختيار B. ده كده كان المطلوب. اللي بعد كده المطلوب كان بيقول انا عايز الميكانيكال انرجي في الوضع الاول هي عباره عن T1 زائد في 1. طب تي 1 بكام؟ ب 0، في 1 لسه جايبها، يبقى ده عباره عن في 1 اللي هي 3 اهو، دي عباره عن 3 5 4.1 جول، وده برضه هتلاقيه الاختيار B. بكده احنا خلصنا كل الكلام عن بوزيشن 1. بوزيشن 2 قال لك بقى انا عايز التي 2. طيب واحدة واحدة كده. التي في الوضع الثاني، أول حاجة أنا محتاج أقول لك إن الوضع الثاني أنت بقيت عامل كده. أهو. السبرينج بتاعك أهو. متوصل بنقطة A اللي هي كانت موجودة في الوضع الأولاني، يعني المسافة دي خد بالك إنها مسافة إيه؟ المسافة دي مسافة ثابتة. صح ولا لأ؟ المسافة دي مسافة ثابتة، دي نقطة A ودي النقطة اللي فيها مين؟ اللي فيها السبرينج، ثابتة، ما فيهاش مشكلة خالص. طيب. مع بعض كده هقول لك ان التي 2 هي عباره عن هاف ام، انا اسف، هنقول مع بعض ان هي عباره عن هاف اوميجا سكوير في اي عند الانستينيس سنتر. طيب هو مين الانستينيس سنتر بتاع الشكل ده؟ مش هي النقطه الثابته دي؟ احنا اتفقنا مع بعض طالما في نقطه ثابته يبقى هي على طول الانستينيس سنتر، في رولينج يبقى هي نقطه الكونتاكت ما بينها وبين الارض، يبقى النقطه دي هي نقطه ايه؟ طب انت حافظ الاي بتاع عند الانستينس سنتر ولا لا؟ لا ده من غير ما افكر خالص انا عارفها، هي كانت 1 على 3 ام في ال تربيع زائد ال تربيع اهو، كلام جميل جدا، يعني كانها عباره عن 2 على 3 ام ال تربيع اهو، تقدر تحسبها؟ اقدر احسبها بكل سهوله ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي قدرت اطلع الاي عند الانستينس سنتر بعيد مين؟ بعيد الاوميجا، هتيجي تبص تلاقيه بيقول لك الاوميجا دي انا مش عارفها، طب اعمل ايه؟ فقال لك خلاص احسب التي 2 از فانكشن اوف مين؟ اوف اوميجا اهو. فانا هقول لك دلوقتي ان التي 2 بالنسبه لك هي عباره عن مين؟ عباره عن هاف اوميجا سكوير اي عند الانستينس سنتر، يعني لما تيجي تحسب كده تلاقي ان الكلام ده يطلع معاك 450 اوميجا سكوير اهو، لما تعوض بس بالحاجات اللي انت عارفها كده دي طلعت 450 اوميجا سكوير. طيب كلام جميل. ال V2 هي عباره عن MZH2 زائد هاف KX2 سكوير، حد عنده مشكله؟ خالص. فدلوقتي هنبدا نتكلم عن X2. X2 بقى دي هجيبها ازاي؟ قال لك تاني اهو الجسم بتاعك عامل كده. دلوقتي عايز اجيب من الرسمه اللي قدامك دي حاجتين، الحاجه الاولى اهو اهي يا عم، الحاجه الاولى انا عايز اجيب ال دي بكام عشان يبقى ال2، يعني عايز اقول لك ان اكس 2 هي عباره عن ال2 ناقص النوت، وعايز ايه تاني؟ وعايز الاتش، صح ولا لا؟ صح جدا. يبقى الاتش دي على طول هي ال على الاثنين، صح كده؟ طيب دي بقى تعالى بينا مع بعض كده نفتكر مع بعض، المسافه دي زي ما اتفقنا هي مسافه ثابته، صح ولا لا؟ دي مسافه ثابته ليه؟ لان اهي المسافه دي ليه؟ لان الوضع الاول انت كان عندك اهو ده كان عامل كده تعالى نخليها اهو
اهو اهو، مش هو ده كان الوضع الاول بالظبط صح ولا لا؟ نقطة A اهي والنقطة دي اهي، يبقى الدي اللي هنا هتفضل هي هي مين؟ الدي اللي هنا صح ولا لا؟ بس ما اتغيرتش. طيب الدي دي تعرف تجيبها ولا لا؟ اعرف اجيبها من البوزيشن الاولاني بكل سهولة. ليه؟ عشان انت كان معاك ال ده اهو، فانت قلت ال ساين جبت ال ال بتاع السبرينج، لو قلت ال كوساين تجيب الدي، يبقى انا اقدر اقول لك من هنا ان الدي دي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن ال كوساين ثيتا صح ولا لا؟ كده بكل سهولة، يبقى هي 3 كوساين 45. طيب عايز مين دلوقتي؟ انا عايز ال L2 بتاع السبرينج، هيبقى هو عبارة عن السكوير روت بتاع مين؟ انت عايز ال L2 اللي هي دي، فال L2 هي عبارة عن دي سكوير زائد السكوير. لما تحسبها ان شاء الله تلاقي ان ال L طلعت معاك 3.67 متر. طيب معاك ال L نوت؟ اه ال L نوت كانت بتساوي 2.6 صح كده؟ كده معاك ال X2 تقدر تطلعها بكل سهولة. ال X2 هتبقى عبارة عن كام؟ اهي ال X2 تبقى عبارة عن ال2 ناقص ال نوت، يعني عبارة عن 3.67 ناقص 2.6 دي تطلع معاك كام؟ 1.07 متر، هي دي ال X2. عايز تعمل ايه انت بعد كده؟ عايز اطلع ال V2 بقى، ده الهدف الاساسي بتاعي. من هنا هقول لك ان ال V2 هي عبارة عن M G H 2 زائد هاف K X2 سكوير صح كده؟ طيب تعالى نعوض، ال M بكام؟ 150، ال G بكام؟ 10، ال H2 بكام؟ قلنا ان هو يقل على الاثنين يعني 1.5، الكلام ده زائد نص اهو، ومعاك ال K 1500، ومعاك ال X2 تقدر تقول 1.07 تربيع، تقدر تطلع من هنا ال V2 على بعضها على طول بدون أي مشكلة، هي 3115.48، وده كان الاختيار A. كده احنا معانا ال V2 وال T2 جبناها از فانكشن اوف مين؟ اوف اوميجا. تعالى افكرك ان هي كانت 450 اوميجا سكوير دي ال T2. طيب معاك كده ال T2 ومعاك ال V2 ومعاك ال T1 بزيرو وال V1 انت طلعت قيمتها. محتاج تعمل ايه بقى دلوقتي؟ محتاج اقول لك ال work done من ال work done من 1 ل 2 هو عبارة عن E2 ناقص E1 صح ولا لا؟ طيب ال work done من 1 ل 2 ده اللي جاي منين؟ اللي جاي من ال non conservative forces، اوعى تنسى. طيب هو انت عندك في المسألة هنا اصلا في حاجة نون كونسرفاتيف، يعني في أي حاجة عندك في المسألة غير السبرينج والوزن؟ لا، يبقى ده بكام؟ يبقى ده بزيرو، يبقى الورك نتيجة النون كونسرفاتيف فورسز بكام؟ بزيرو. تعال بقى نعوض عن كل اللي احنا عملناه، يبقى أنا هقول لك إن T2 زائد V2 ناقص T1 زائد V1، الكلام ده يساوي الورك من 1 ل 2 من النون كونسرفاتيف فورسز اللي هو بكام أصلا؟ اللي هو بزيرو اهو. تعال نعوض مع بعض، يبقى انت معاك هنا 450 اوميجا سكوير، ومعاك ال V2 كانت بتساوي 115.5 اهي، ومعاك ال T1 كانت بزيرو، ومعاك ال V1 كانت بتساوي كام؟ كنا لسه حاسبينها اللي هي كانت 3354.06. ايه الكلام ده كله يساوي كام؟ يساوي زيرو. هنا معاك معادله المجهول الوحيد فيها هو مين؟ هو الاوميجا. تقدر بكل سهوله تقول ان الاوميجا من هنا بتساوي كام؟ الاوميجا تطلع بتساوي 0.728 بير سكند، وده كان الاختيار ايه؟ مش فاكر بالظبط. اه دي ما كانتش مطلوبه اصلا، المطلوب بالنسبه لك كان الفي عند نقطه دي. هي من نقطه دي بقى انت لما تيجي تبص هتلاقي ان انت عندك في البوزيشن الاول كان عندك حاجه عامله كده اهو، نقطة دي كانت هي دي. في الوضع الثاني بقى عندك عامل كده، دي نقطة A تبقى دي نقطة دي على طول. طيب ايا كان مش ده هو الانستنيوس سنتر بتاعك، يبقى اوميجا في R هو السرعة صح ولا لا؟ اوميجا بكام؟ 0.728. طب و R بكام اللي هو ده؟ اللي هو مين؟ اللي هو L اللي هي بكام يعني؟ اوكي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 3 اهو.
تحسب ال V عند نقطة D تلاقيها طلعت معاك بتساوي 2.18 متر على الثانية، وده كان الاختيار دي. وبكده المسألة التانية تكون كملت معانا زي كل ما فيهاش أي مشكلة. المسألة اللي بعد كده يلا بينا ندخل عليها. المسألة اللي بعد كده بتحكي لك قصة إن أنت عندك اتنين بلوكس، بلوك اسمه A وبلوك اسمه B، الاتنين مربوطين ببعض بلينك طوله L. اللينك ده في البوزيشن الأولاني مايل بزاوية اسمها ثيتا. البلوك B مربوط بسبرينج، السبرينج ده له ستيفنس 2400 نيوتن بالمتر، وطول اللينك بتاعك 3.6 متر، والكتلة بتاع اللي هي في كتلة اسمها M دي 280. تعالوا نقرا المسألة. بيقول ان انت عندك رود كتلته M وطوله L، يبقى كتلة الرود 280 وطوله L. تمام جميل. بيقول ان انت عندك بلوكين شبه بعض، كل واحد فيهم له كتلة كام؟ M على 5 اللي هي تقريبا تطلع 56 كيلو تقريبا. بعد كده بيقول ان انت معاك البلوك بي ده مربوط بسبرينج، الستيفنس بتاعته كام؟ بيقول هيكون ان ستريتشد لما، تعالى نرسمها كده، تعالى نمسح الكلام ده بس الاول اهو. بيقول السبرينج بتاعك ده هيكون ان ستريتشد لما يكون نقطه بي ده هنا كده، يعني لما يكون الرود هو الاصفر ده هيكون السبرينج بتاعك ان ستريتشد. تمام كده. يبقى هو ده الفري لينس بتاعه اهو، هو ده ال نود. طيب امال ده مين بقى؟ ال 1 صح كده ولا لا؟ يبقى هو في الوضع الاول عنده ال 1، لما يبقى في الوضع الثاني اللي هو الثيتا دي تبقى بزيرو، يعني يبقى عندك الرود هو الاصفر ده في الوقت ده هيكون ان ستريتشد، هيكون الاكس 2 كام؟ بزيرو. البوزيشن الاول بقى قال لك البوزيشن الاول هو بدا من الريست بزاويه 35. اوكي؟ يبقى انت دلوقتي كل حاجه واضحه قدامك. هو عاوز ايه بقى؟ عاوز ال T1 الكينيتيك انرجي في الحاله الاولى، عايز ال V1 البوتنشال انرجي في الحاله الاولى، عايز ال E1 اللي هي مجموع الاثنين، عايز الورك دان من بوينت 1 لبوينت 2 نتيجه النون كونسرفاتيف فورسز، عايز ال V2 وعايز الاوميجا الانجلر فيلوسيتي. طيب في حاجه نعرف نحلها قبل ما ندخل المساله؟ طبعا T1 انا عارف ان ده بكام؟ بزيرو. طيب E1 انا عارف ان هي هتبقى V1 واشوف هتطلع بكام. طيب الورك دان نتيجه النون كونسرفاتيف فورسز، هل عندك اي حاجه غير الوزن والسبرينج؟ لا، يبقى انت هنا على طول ماشي كده ان ده بكام؟ ان ده كمان بزيرو قبل ما احل المساله خالص اهو. باقي لي دلوقتي ال V2، تعال نبص كده الوضع الثاني هو الوضع ده صح؟ يبقى الـ A موجود هنا عند الزيرو، والـ B كمان موجود عند الزيرو، والرد كمان موجود عند الزيرو. لو خدت بالك منها هتلاقي ان ال V2 كمان هي كمان بكام؟ بزيرو. يبقى انا حليت دلوقتي ثلاث نقط قبل ما ادخل المساله اصلا. اوكي؟ طيب تعالى بينا مع بعض كده ندخل نشوف ايه اللي باقي نحسب. يبقى انا عايز احسب V1 وهي هي هتطلع E1، يبقى انا لو حسبت V1 يبقى انا خلصت، وعايز احسب ال V2 ومنها اطلع الاوميجا تشوف هتطلع ازاي. يبقى انا معايا دلوقتي اهو، تعالى نكتب كده اللي احنا عارفينه ونبدا نحسب اللي احنا مش عارفينه. T1 بتساوي زيرو، معنى ايه تاني؟ معانا ال V1 نتيجة الوزن، أنا عندي MGH للرود زائد MGH لـ A زائد MGH لـ B زائد هاف KX1 سكوير، ده الخاص بالسبرينج. طيب مع بعض كده تعال نشوف هل كلهم لهم قيم ولا هل فيهم حاجة بزيرو؟ طيب حاجه كمان، هل كلهم بوزيتيف ولا فيهم حاجه هتبقى نيجاتيف؟ هو ممكن حاجه تبقى نيجاتيف؟ اه طبعا. ليه؟ لان انا دلوقتي قلنا ان انا عندي الديتم بتاعي عامل كده، والرود بتاعي بالاحمر عامل كده، A موجود هنا، B موجود هنا كده، مظبوط؟ مظبوط جدا. طيب احنا قلنا ان السبرينج بتاعك، تعالى نشرح بقيه الكلام بتاعنا هنا، السبرينج بتاعك هنا كده هيبقى ان ستريتشد، يبقى معنى كده ان الجزء اللي انا هرسمه لك بالاصفر ده هو الاكس 1. ازاي؟ مش هو لما يكون السبرينج موجود هنا كده يبقى ان ستريتشد، يبقى هو لما يوصل هنا يبقى حصل فيه ستريتش قد ايه؟ الحته دي كده اهي زي الفل. جميل جدا. طيب بخصوص بقى الام جي اتش، الاتش لكل واحده فيهم، تعالى بينا مع بعض كده هتلاقي مثلا ان انت عندك
الاتش بتاع البلوك ايه زيرو. ليه؟ لانه موجود اصلا على الداتا اهي. طب الاتش بتاع الرد هي الحته دي، الحته دي عباره عن مين؟ عباره عن اكس 1 على الاثنين صح؟ مش ده كده بيساوي ده؟ يبقى ده على طول مين؟ نص الاكس 1. يعني هو عباره عن ال اللي بالاحمر ده اهو من هنا لغايه هنا، يبقى هي ال ال اهي، الكلام ده بيساوي ال ساين ثيتا. من هي الثيتا؟ هي الحته دي مقسومه على 2. مظبوط كده يا شباب؟ يبقى انا كده قدرت اطلع كل حاجه فيهم الاتش بتاعتها بتساوي كام. يبقى هقول على طول كده، تعالوا نعوض مع بعض. الكلام ده بيساوي الام بتاعت رد 280، الجي 10، الاتش اتفقنا ان هي بكام؟ ال ساين ثيتا على الاثنين. بعد كده بلوك A كله بقى بزيرو خلاص، بلوك B هيبقى زائد 280 على 5 في 10 في ال ساين ثيتا اللي هي الاكس 1 دي. بعد كده زائد معاك اهو هاف ال K. طلعت معاك بكام ال K؟ قلنا ان ال K بتساوي هنا 2400 اهي، والاكس 1 احنا قلنا ان هي عباره عن الجزء اللي بالاصفر ده اللي هو ال ساين ثيتا. الكلام ده كله تربيع، كلام عظيم جدا. اهم حاجه هنا اوعى تنسى بقى انك تفكر في الاشاره. ازاي؟ احنا هنا بنحسب البوتنشال صح؟ الزيرو بتاعي اهو، يبقى اي حاجه تحت الزيرو نيجاتيف، اي حاجه فوق بوزيتيف، صح ولا لا؟ كلام جميل جدا. طب هنا كده لما تيجي تبص على كل اللي انت حسبته سواء كان الرد او كان البلوك بي، هتلاقيهم الاثنين ايه؟ تحت. فهنا كده على طول تقول ان دي كده تبقى ايه؟ على طول كده تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف، ودي كمان تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف. اوعى تنسى بقى دي، دي مهمه جدا 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 جدا. هنا لما تحسب الكلام ده كده على خير ان شاء الله، تلاقي ان الفي 1 طلعت معاك 1069 جول، وبكده نكون طلعنا اول حاجه خالص، وده كان الاختيار سي. يبقى احنا قلنا ان التي 1 بزيرو، الفي 1 بكام؟ 1069.29، وده كان الفي 1 اللي هي البوتنشال في الوضع الاول. طيب انا عايز الاي 1، مش هي عباره عن تي 1 زائد في 1؟ يعني ايه عباره عن في 1؟ يعني ايه عباره عن 1069.29 صح ولا لا؟ اهو 1069.29 جول، وده كان الاختيار مين؟ لما تيجي تبص عليه هتلاقي الاختيار ايه. كده احنا خلصنا البوزيشن الاول. قلنا ان الورك ظهر من نقطه 1 لنقطه 2 نتيجه النون كونسيرفاتيف فورسز، ده كان بيساوي كام؟ كان بيساوي زيرو. ليه؟ لان كل اللي عندي هنا هو ام جي والسبرينج، مفيش اي حاجه ثانيه. طيب بوزيشن 2 بقى، بوزيشن 2 مين هو بوزيشن 2؟ احنا قلنا ان ده هو بوزيشن 1، ده كده هو بوزيشن 2 اهو، دي A ودي B، وده هو الرد بتاعك اهو. اصلا ده الزيرو، يبقى انت عندك ام جي اتش للرد، وام جي اتش لA، وام جي اتش لB، ومعاك كمان هاب كي اكس 2 سكوير. احنا قلنا ان هو السبرينج هيكون ان ستريتش في الوضع ده صح ولا لا؟ فيبقى ده بزيرو. طيب بالنسبه للرد ده موجود على الزيرو، يبقى ده كمان بزيرو. الاتش بتاعت الايه كده كده بزيرو، بتاعت البي بزيرو، يبقى كل ده على بعضه بكام؟ بزيرو. وهو ده اللي انا قلته لك ان المفروض ان انت تميزه من قبل ما تحل اصلا، من قبل ما تكتب اصلا، لان الاتش بتاعت الايه بزيرو، اتش بتاعت الرد بزيرو، اتش بتاعت البي بزيرو، يبقى كل ده بزيرو، وكمان السبرينج في الحاله دي ان ستريتشد، يبقى الاكس بتاعته بزيرو، يبقى الفي 2 بتساوي زيرو. بقينا مين؟ بقينا نحسب الفي التي 2 بتساوي كام؟ التي 2 هي عباره عن هاف اوميجا سكوير الاي عند الانستنتانيوس سنتر صح ولا لا؟ الكلام ده لمين؟ ها؟ للرد صح؟ طيب هل انت عندك الرد بس؟ لا، ده انت عندك اي وبي. طب اي وبي دول مش بلوكين كده؟ يبقى هاف ام في اي سكوير زائد هاف ام في بي سكوير صح كده؟ صح جدا. ركز بقى معايا، انت كان الوضع الاول بالنسبه لك هو الوضع الاحمر ده، اوكي؟ طيب الوضع الثاني بالنسبه لك كان هو الوضع الازرق ده، اوكي؟ طيب تخيل كده
ان انت بدات تتحرك لفوق كده وصلت للنقطه دي. علشان تجيب الانستنس سنتر بتاع الروده كنا بنعمل ايه؟ ها مش كنا بنقول اعمل عمودي؟ دي سرعه بي اهي ودي سرعه ايه اهي صح؟ كنت بقول لك اعمل عمودي على سرعه بي واعمل عمودي على سرعه ايه صح؟ اهو ادا سرعه بي اعمل عليها عمودي وادا سرعه ايه اعمل عليها عمودي، الاثنين يلتقوا فين؟ عند نقطه ايه. اذا نقطه ايه هي الانستنس سنتر بتاع الرد ده. اوكي تمام. ومنها انا عارف ان الفي ايه بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، يبقى ده كله على بعضه كده ايه؟ بزيرو. طب الفي بي اقول لك ان الفي بي على طول هي عباره عن مين؟ عباره عن الاوميجا اللي انت بتدور بيها صح ولا لا؟ مضروبه في مين؟ في الار. مين الار؟ اللي بين الانستنيوس سنتر والبي يعني ال. في مشكله؟ خالص. واقدر اقول لك كمان ان الاي بتاعت الانستنيوس سنتر هو الاي عند نقطه ايه؟ يعني هو 1 على 3 ام ال سكوير. كده انا بقى معايا كل حاجه. يلا بينا نعوض بس. يلا بينا نعوض، فانت هنحطهم جنب بعض كده علشان نشوف معانا ايه وعايزين نجيب ايه. التي في الوضع الثاني للرد عباره عن هاف اوميجا سكوير اي عند الانستنيوس سنتر، فهتقول ان ده هاف والاوميجا انا مش عارفها والاي اللي هو 1 على 3 ام 280 وال 3.6 سكوير. كل ده انا عارفه. هقول ان التي 2 لبلوك بي هو عباره عن هاف ام بي في سكوير طبعا بتاعت بي. هنا انا قلت هتبقى 1 على الاثنين اهي، والام بتاعت البي كانت ام على 5 اللي هي 280 على 5، وفي بي كانت اوميجا في ال، هنقدر نكتبها ال اوميجا. طب ال ده بكام؟ كان 3.6 ال اهو سكوير. طب امال التي بي؟ التي 2 الخاصه بايه؟ كانت بزيرو، لان قلنا ان الاي ده هو الانستنيوس سنتر، وبناء عليه الفي اي كانت بتساوي زيرو. كده احنا بقينا بس نعوض في الايكويشن بتاعتها، كانت بتقول ان التي 2 زائد الفي 2 ناقص تي 1 زائد في 1، الكلام ده يساوي الورك من 1 ل 2 من النون كونسرفاتيف فورسز، اللي هو اصلا بكام؟ اللي هو اصلا بزيرو، لان ما عنديش اي اكسترنال فورسز غير الوزن والسبرنج. اوكي طيب تعال نشوف كده انا معايا ايه وايه اللي مش معايا. في 2 بزيرو، في 1 كانت 1069، تي 2 تي 1 اسف كانت بزيرو. يبقى انا هنا بقى التي 2 كانت فانكشن في مين؟ في الاوميجا. فانت تلاقي قدامك معادله المجهول الوحيد فيها مين؟ هو الاوميجا. تعال بقى نعوض ونشوف الاوميجا دي هتطلع معانا بتساوي كام. فانت معاك دلوقتي، تعال نعوض مع بعض المعادله بتاعتنا كان شكلها عامل ازاي. المعادله كانت بتقول كالاتي اهو، ان انت معاك تي 2 زائد في 2 ناقص تي 1 زائد في 1، الكلام ده يساوي الورك اوف نون كونسرفاتيف فورسز اللي هو اصلا بكام؟ بزيرو. تي 2 يبقى احنا هنعوض دلوقتي اهو مع بعض على طول، يبقى انت معاك هنا 1 نص اوميجا سكوير في الاي عند الانستنيوس سنتر اللي هي قلنا 1 على 3 ام 280 وال 3.6 سكوير اهو، ده بخصوص الرد، زائد بعد كده نص ام اللي هي 280 على 5 بتاعت بي و 3.6 اوميجا سكوير. ده كده التي 2 على بعضها اهي. كده انا خلصت مين؟ خلصت التي 2. طيب الفي 2 كانت بزيرو اهو، الفي 2 بزيرو والتي 1 بزيرو. كل اللي باقي لي دلوقتي ان انا اقول الكلام ده كله على بعضه كده، ناقص الفي 1 اللي هي كانت 1069 29، الكلام ده يساوي كله كام؟ زيرو. دي معادله المجهول الوحيد فيها هو اوميجا، تقدر تطلع اوميجا من هنا بكل سهوله، تطلع الاوميجا 0.05 ريد بير سكند، ودي كان الاختيار بي. وبكده نكون خلصنا المساله الثالثه معانا النهارده. تعال نشوف المساله اللي بعدها شكلها عامل ازاي. المساله اللي بعدها بيقول ان انت عندك رد اهو، الرد هو الاصفر ده،
مربوط سبرينج، السبرينج مربوط في نقطة بعدها عن البن اللي فوق ده L1 على 3. طيب بعد الايدج بتاع الرود عن البن ده برضو L1 على 4. طب L1 دي بكام؟ انا مش عارف. والمسافة من هنا لحد الايدج التاني كانت L1. اوكي، يبقى هي دي L1 ودي L1 على 4 ودي L1 على 3. يعني اقدر اقول ان ال L بتاعت الرود ده هي عبارة عن 1.25L1. اوكي، يعني انا لو معايا ال L بتاعت الرود اقدر اجيب لك ال L1 بتساوي كام. طيب هنا بيقول لك ان اهو الرود بتاعك AB مربوط بسبرينج، السبرينج K و L نوت، K معاك 9 يبقى 9000 على طول، وال L نوت 0.25. وبيقول ان الرود بتاعك طوله L بتساوي 2 متر ووزنه M بتساوي كام؟ بتساوي 90 كيلو. يبقى انا عرفت على طول ان ال L بتاعت الرود بكام؟ ب2. اقدر اقول لك ان ال L1 بتساوي كام؟ بتساوي 2 على 1.25، صح ولا لا؟ مش هو ده بالظبط اللي انت هتعمله؟ هتقول 2 على 1.25، يعني ال L1 يطلع 1.6 متر، صح؟ يبقى هو ده ال L1 بالنسبه لك. هو عاوز ايه بقى؟ بيقول ان الوضع اللي قدامك ده هو البوزيشن 1. الوضع الثاني او البوزيشن 2 هيكون ان الرود اللي قدامك ده يبقى فيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني تعالى نرسمه مع بعض كده. بيقول ان الرود في الوضع الثاني هيبقى هو ده الاخضر اللي قدامك ده كده اهو، تمام كده؟ يبقى هو ده الوضع الثاني، ان الرود ده بقى فيرتيكال. ستيل احنا عندنا شويه حاجات ثابتين مش هيتغيروا، ان ده كده هو L1 وان الحته دي كده هي L1 صح كده، وان الحته دي كده هي L1 على 3. اوعى تنسى الكلام ده، L1 على 3 من اول البن ده لحد البن اللي فيه السبرينج ده، ده L1 على 3. امال مين L1 على الاربعه دي؟ دي من اول البن لحد مين؟ لحد نهايه الرود. امال ايه L1 دي اللي هي فين؟ اللي هي من اول هنا كده لغايه الايدج الثاني بتاع الرود، تمام؟ يبقى انا عايز دلوقتي ال T1 بتساوي كام؟ ال T1 على طول من غير ما افكر بكام؟ بزيرو، لانه قال لك ان هو بدا يتحرك من الريست. الوضع الثاني بقى هو هنا طلب منك ال V1 اللي هي البوتنشال انرجي عند الوضع الاول اهو. بعد كده البوتنشال انرجي نقدر نجيبها بكل سهوله، ال E1 اللي هي مجموعه للاثنين طبعا اللي هي هتساوي V1 على طول، والورك دان نتيجه النون كونسرفاتيف فورسز من غير ما افكر هي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. ليه؟ لان انا ما عنديش اي اكسترنال فورسز. بعد كده عايز ال T2، عايز ال V2، عايز الاوميجا 2، يعني عاوز سرعه الرد ده في البوزيشن 2 بتساوي كام؟ ركز بقى معايا. عاوز منك الالفا، عاوز منك الرياكشنز اللي عند نقطه A. طيب هل في كلامنا عن الورك اند انرجي جبنا سيره اي رياكشنز خالص؟ لا. ليه؟ لان الرياكشنز دي ما بتعملش خالص ورك، لان انت الرياكشن دي ظهرت اصلا نتيجه انها بتمنع حدوث ديسبيسمنت، صح؟ فما فيش ديسبيسمنت هتحصل فمش هيحصل ورك. اوكي، طيب يبقى اي حاجه لا تسبب حدوث شغل ورك ما تقدرش تحلها بورك اند انرجي. يبقى اخر ثلاث حاجات دول انت مضطر تروح فين؟ في الايكويشنز اوف موشن. يبقى مضطر تعمل بقى الفري بودي دايجرام، ومضطر تكتب الايكويشنز اوف موشن، ومضطر تحلها مع بعضها ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل تقدر تطلع الحل بتاعك. يبقى هنا المساله هي مساله مهمه لانها عباره عن كومبينيشن جميل كده ما بين الورك اند انرجي والايكويشنز اوف موشن اللي هو نيوتن سكند لو. تعالى بقى نكمل مع بعض نشوف هنعرف نكمل المساله دي ازاي. هنبدا نحل مع بعض. هتلاقي ان في البوزيشن الاول كان عندي يلا بينا مع بعض نبدا. هنقول ان T1 كينيتيك انرجي في الوضع الاول كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي زيرو. ليه؟ لانه قال لك ان احنا بدانا من الريست. اوكي، كلام جميل جدا. بعد كده انا عايز احسب البوتنشال في البوزيشن الاول، يعني عايز ايه؟ يعني عايز ال V1. اوكي، طيب ال V1 ده يجي منين؟ يجي من حاجتين، يجي من الوزن، ويجي كمان من ايه؟ من السبرينج. اوكي؟ طيب هتيجي تبص معايا تلاقي ان البادي بتاعك كان عامل كده، هو الازرق ده، السبرينج بتاعك كان هو الاحمر ده. اوكي؟ وكان معاك الايه؟ كان موجود هنا كده اللي هو السبورت بتاعك.
الزيرو بتاعك كان هنا في الجزء ده كده، هو ده الزيرو بتاعك. وبناء عليه انا عارف ان كل الاج من الوزن كام؟ زيرو، لان الاتش بزيرو. باقي لي بس اعرف الاكس بتساوي كام. يبقى انا هنا محتاج اعرف الاكس 1 دي كانت بتساوي كام؟ فهي عباره عن ال ناقص النود. طيب علشان تجيب ال والال نود، انت ال نود معاك جيفن في المساله، لكن دي كده هي ال 1 على 3 اوكي، والحته دي هي ال 1 على الاربعه. فانا لو عايز الطول الاحمر ده يبقى هو ال، هو عباره عن مين؟ عباره عن السكوير روت بتاع ال 1 على الاربعه تربيع زائد ال 1 على 3 تربيع اوكي؟ تمام كده؟ طيب لما تحسب الكلام ده زي الشاطر كده يطلع لك 0.667 متر. كده انا جبت مين؟ انا جبت ال. طيب انت عاوز ايه؟ هل انت عاوز ال؟ لا انا عاوز الاكس. الاكس بقى تيجي ازاي؟ يبقى اقول ان الاكس 1 هي عباره عن ال ناقص ال نود، يعني هي عباره عن مين؟ عباره عن ال اللي جبتها من هنا اهي، وال نود 2.6، ال نود كانت بتساوي انا اسف 0.25 اهي 0.25. لما تحسب كده تقدر على طول تطلع ال للاكس 1 كانت بتساوي 0.417 متر. وبكده احنا طلعنا الاكس 1، منها نقدر على طول نجيب مين؟ نجيب الفي 1. يبقى الفي 1 بتساوي اهي، الفي 1 هي عباره عن هاب، الكي بتاعتك قلنا ان هي 9000، والاكس 0.417 تربيع. تقدر من هنا تقول ان الفي 1 بتساوي 7.81.25 جولز اوكي. يبقى كده انا قدرت اجيب ال V1 بتساوي كام؟ قدرت اجيب ال T1 بتساوي كام؟ طيب هي مين ال E1؟ ال E1 هي عبارة عن V1 زائد T1، يعني هي V1 يعني هي 781 وربع جولز اوكي؟ يبقى كده انا قدرت اخلص كل الكلام بتاع البوزيشن 1. طيب هو قال انا عايز الورك طن من نقطة 1 من بوزيشن 1 لبوزيشن 2 من النون كونسرفاتيف فورسز. انت عندك اي حاجة غير الوزن والسبرنج لا يبقى زيرو اوكي؟ ده اللي احنا قلنا عليه تمام؟ بعد كده انت معاك الـ T2 اللي هو الكينيتيك انرجي في بوزيشن 2. طب هو بوزيشن 2 ده كان شكله عامل ازاي؟ تعالى مع بعض كده. هو ده كان بوزيشن 1 اوكي؟ وكان السبرنج عامل كده اهو. طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز اعمل بوزيشن 2. تعالى نعمله بالاحمر كده. بوزيشن 2 بقى ان الجزء ده ينزل لتحت كده اهو، وده يطلع لفوق كده، فكان الرود بتاعك بقى ايه؟ بقى فيرتيكال اوكي. طيب دلوقتي مع بعض كده يلا بينا. هنا السبرنج بتاعك بقى كده اهو اهو، ده السبرنج اللي تحت ده. طب هنا كده تعالى نحط الاطوال اللي احنا عارفينها مع بعض كده. انا عارف ان الطول ده كده هو ال1 على 3 او على 4، انا اسف ال1 على الاربعة اهو. طب والحته دي كلها هي ال1 على 3، طب ودي هي ال1 اوكي. طيب لو انت بقى عايز تجيب المكان اللي بيأثر فيه الوزن فين، فهو هنا كده على بعد من المسافه هنا كده ال على الاثنين، بس مش ال1 اوكي. طيب في الوضع ده بقى كده انت معاك تي 2. ايوه طبعا معايا تي 2. بتساوي كام؟ بتساوي هاف اوميجا سكوير اي عند الانستني سنتر. طب هو مين الانستني سنتر؟ ده هو نقطه ايه على طول من غير ما تفكر. ليه؟ لان عندها سبورت اوكي. طيب حلو خالص. يبقى انا محتاج دلوقتي اعرف الاي ايه بتساوي كام. انت تعرف تحسب على طول عند السي جي. طب عند السي جي بتساوي كام؟ 1 على ال 12 ان السكوير. طيب كده انت جبت مين؟ جبت عن السنتر. هل انت عايزه عند السنتر؟ لا، امال انت عايزه فين؟ انا عايزه عند نقطه ايه. فهنقل هقول ام في المسافه تربيع، المسافه اللي هي من هنا لغايه هنا الحته دي كده. طب الحته دي بتساوي كام؟ مش هي عباره عن ال على الاثنين ناقص ال 1 على 4 الكل تربيع، صح ولا لا؟ بكده انا قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الاي عن الانستنيس سنتر. طيب تطلع بتساوي كام؟ تطلع ان الاي عند الانستنيس سنتر 62
0.4 اوكي. ومنها اقدر اقول لك ان تي 2 هي عباره عن 62.4 على 2 اوميجا سكوير يعني 31.2 اوميجا سكوير. كده انا طلعت مين؟ طلعت تي 2. باقي لك مين؟ باقي لك زي 2 هي عباره عن ام زي اتش زائد هاف تي اكس 2 سكوير. طيب تاني هذا الرد قدامي اهو، السبورت بتاعه موجود هنا، ده الزيرو بتاعنا اهو اوكي. هنا كده المسافه دي هي ال على الاثنين ناقص ال على الاربعه سي ال 1 اوكي. طيب مع بعض كده انا هقدر اقول لك ان هي دي اتش، فانت هتقول ان الكلام ده يساوي الام بتاعتك بكام؟ 90. يبقى انا هقول 90 في 10 في الحته اللي بقى دي اللي هي الاتش. الاتش دي هنجيبها ازاي؟ دي سهله خالص. ال H قلنا ان هي L على ال 2 ناقص L 1 على ال 4. كده احنا طلعنا اللي جاي منين؟ اللي جاي من الوزن. طيب السبرينج بقى مع بعض كده انا عايز اجيب X2. X2 هي عباره عن L ناقص L نوت. مين L؟ L هي الحته اللي باقيه دي. طب الحته اللي باقيه دي مش هقدر اقول ان هي عباره عن الطول ده كله هو L على 3. اوكي؟ والحته دي هي ال1 على الاربعة صح؟ يبقى ال1 على 3 ناقص ال1 على الاربعة مش هي دي ال؟ يبقى ال ال دي اقدر اقول ان هي عباره عن ال1 على 3 ناقص ال1 على الاربعة، والال نود دي كانت معايا 0.25. اقدر اطلع على طول الاكس 2 بتساوي كام؟ بكل سهوله هنا اقدر اطلع الاكس 2 تطلع بتساوي كام بقى؟ نيجاتيف 0.12 اوكي. يبقى انت على كل اللي هتعمله انك تقول زائد عندك هاف الكي 9000 ومعاك الاكس نيجاتيف 0.11 7 تربيع. من هنا تقدر تطلع في 2 بكل سهوله، تلاقي الفي 2 بتاعتك طلعت بتساوي كام؟ طلعت بتساوي 601 جولز اوكي. طبعا مهم جدا وانت بتحسب الجزء بتاع الوزن ده انت تشوف هل انت فوق الديتم ولا تحت، علشان انا فوق دي طلعت بوزيتيف، طب لو كنا تحت كانت طلع نيجاتيف زي المساله اللي فاتت. ركز جدا، الكلام ده مهم جدا انه يكون حاضر في دماغك. كده انا بقى معايا دلوقتي في 2 وتي 2، اقدر اعمل المعادله بتاعتي. المعادله كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول الاتي، كانت بتقول ان انت عندك تي 2 زائد في 2 ناقص تي 1 ناقص في 1 زائد في 1. الكلام ده بيساوي الورك ده من نقطة 1 لنقطة 2 نون كونسرفاتيف فورسز اوكي. تعالى بينا مع بعض نعوض. هنا ال T2 بتساوي كام؟ قلنا ان هي 31.2 اوميجا سكوير. ال V2 هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 601. ال T1 0 وال V1 كانت بتساوي 781.25. الكلام ده كله بيساوي 0، يطلع من هنا ان الاوميجا سكوير، او على طول تعالى نطلع الاوميجا مع بعض كده، تلاقي ان الاوميجا طلعت تساوي 2.4 ريد بير سكند اوكي. وده كان الاختيار دي تمام كده. يبقى كده احنا خلصنا كل اللي مطلوب نجيبه هنا في المساله، باقي لنا بقى الجزء اللي مش خاص بالورك اند انرجي. يبقى ورك اند انرجي قدر يجيب لك الاوميجا بتساوي كام. طيب بعد كده بقى انت عاوز تحسب رياكشنز. طب هي الرياكشنز بتعمل ورك؟ لا. طب في بوزيشن 2 هو هنا بيقول في بوزيشن 2 احسب لي الرياكشنز بقى. هو عاوز يعرف الار اكس بكام، الار واي بكام، عايز يعرف كمان حاجه ثانيه، عايز يعرف الالفا بتساوي كام اوكي. الثلاث حاجات دول على طول مين؟ ايكويشنز اوف موشن. بكل سهوله تعالى مع بعض نعملها نشوف هتتعمل ازاي. مع بعض كده هتلاقينا بنقول ان انت عندك ثلاث معادلات، علشان تكتبهم محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعمل الفري بادي دايجرام بتاعك. بوزيشن 2 كان الرد بيكون عامل كده اهو اوكي. معاك هنا ال اكسلريشنز بتاعتك ام اي تي، ومعاك هنا كده ام اي ان، معاك هنا الرياكشنز اهي ار تي، معاك هنا كده ار ان، ونازل لتحت كده ام جي، وطالع لفوق كده الفورس بتاعك السبرينج تمام.
كده احنا خلصنا الفري بودي جرام. طيب تقول لي ليه بقى ما عملتوش في وضع جنرال زي ما اتفقنا، زي ما كنا بنعمله في وضع ثيتا؟ لا انا هنا مش محتاج اعمل كده، لان كل المتطلبات بتاعت المساله عند بوزيشن واحد، فاسهل لي ان انا اعملها في البوزيشن ده واخلص، وتبقى معادله واحده واعوض، مش لازم اجيب جنرال ايكويشن يعني. طيب هنا هقول ان انا معايا المعادله بتاعت الفورس في تي بتساوي ام اي تي، لما نعوض فيها يطلع الاتي، الفورس في اتجاه تي عباره عن مين؟ عباره عن ار تي، ايه الكلام ده؟ يساوي ام اي تي، ممكن نشيل الاي تي وتبقى مين؟ الفا في ار. مين ار بقى؟ ركز معايا، ار دي هي المسافه من نقطه A لحد السي جي، صح كده؟ طيب المسافه دي نجيبها ازاي؟ مع بعض كده، انت معاك الطول من هنا لغايه هنا ال على الاثنين، ومن هنا لغايه هنا هي ال 1 على الاربعه، صح كده؟ يعني لو جينا على الحته الصغننه دي، تعالى نعملها بلون مختلف اهي، الحته دي، الحته دي كده، نقدر نقول ان هي مين؟ نقدر نقول ان هي عباره عن ال على الاثنين ناقص ال 1 على الاربعه، تعالى نسميها دي. اوكي؟ يبقى الار بتاعتك هي الدي دي. تمام كده؟ اللي هي ال على الاثنين ناقص ال 1 على الاربعه. طيب بعد كده هتقول ان انا معايا الفورس في اتجاه ام بتساوي ام اي ان، مع بعض بكل سهوله هتلاقي في اتجاه الان بتاعتك معاك مين؟ معاك ام جي، تعالى نعوض، هتلاقي عندك ام جي زائد او هنا بقى هتبقى ناقص لان انا نازله لتحت خلاص اهو، معاك ام جي نازل لتحت مع الاي ان ناقص ار ان ناقص الاف اس، الكلام ده كله بيساوي ام اي ان، اللي ممكن نشيلها ونكتب مكانها ام في مين؟ اوميجا سكوير في الدي، هي بالظبط. تمام، اخر حاجه معادله المومنت، هنقول ان سميشن المومنت عند نقطه اي تساوي مين؟ تساوي الفا في اي عند نقطه اي اهو. تعالى بينا مع بعض كده، تقدر تقول القوة الوحيدة اللي تجيب معاك مومنت هي مين؟ هي ال مفيش أي حاجة، ليه؟ لأن إحنا بنجيب عند نقطة A والرياكشنز موجودة عندها، فخلاص إحنا كده خلصنا، نقول 0 بيساوي ألفا أي، فمن هنا أقدر أقول لك إن الألفا على طول بتساوي كام؟ بتساوي 0. طب طالما الألفا بتساوي 0 أرجع للمعادلة الأولى يطلع الأر تي بيساوي كام؟ بيساوي 0. يلا بينا نعوض مع بعض كده أهو، تعالى بينا مع بعض كده نعوض في المعادلة اللي إحنا عارفينها ونشوف ايه اللي احنا مش عارفينه ونقدر نطلعه. هتقول ان الار تي تساوي ام في الفا في دي، دي دي احنا قلنا على طول ان هي هتطلع بكام؟ ان هي هتطلع 0.6 اهي، فمن هنا كده الفا بتساوي صفر، فيطلع الار تي بيساوي كام؟ الار تي تطلع بتساوي صفر اللي هي الار اكس يعني. اوكي؟ طيب بقينا المعادله الثانية كانت بتقول عندك ام جي يعني 900 ناقص ال ار ان اللي هو الار واي يعني، بعد كده ناقص الاف اس اللي هي التي في الدلتا، الدلتا احنا طلعناها اللي هي سالب 0.117. خد بالك هنا الاشارة مهمة في الورك اند انرجي ما كانش لها لازمة، ليه؟ لأنها كانت تربيع. هنا بقى مهم الكلام ده، يساوي عندك الماس 90 اهي، هنا كده 90، ومعاك الاوميجا سكوير 2.4 سكوير، ومعاك الدي 0.6 زي ما هي بالظبط كده، معادله واحده بس المجهول الوحيد فيها هو ار واي، نقدر نطلع ار واي من هنا بكل سهوله يطلع 464.4 نيوتن، وطلع معايا الار اكس بيساوي صفر، وطلعت الالفا بتساوي صفر، وبكده نكون خلصنا المساله، وكانت مساله مهمه جدا لانها بتغطي شيتين مش شيت واحد بس. بقينا مسالتين، تعالى نبدا على المساله اللي بعدها نشوف هنعملها ازاي ان شاء الله مع بعض كده. المساله بتقول ان انت عندك رود اي بي له كتله ام وطوله ال اهو، ام 80 كيلو ال 4.5 متر، بيقول ان في يونيفورم ديسك مربوط فيه من نقطه دي، له كتله ام برده وله راديوس ال على 3، يعني كام ال على 3؟ يعني تقدر تقول ان هي 1.5 تقريبا. بعد كده بيقول ان السيستم ده بدا يتحرك من الريست، طيب كلام حلو خالص، بدا يتحرك من الريست، يبقى انا عارف على طول ان التي 1 بتساوي كام؟ يبقى على طول من هنا كده التي 1 بتساوي 0 من غير ما تفكر خالص،
يبقى هنا على طول التي 1 بزيرو من غير ما تفكر. تمام. باقي لك بعد كده بيقول لك من الهوريزونتال بوزيشن، يبقى هو هنا كده كان بوزيشن 1، هنا كده كان بوزيشن 2. الثيتا كانت بتساوي كام في الحاله دي؟ كانت بتساوي 45 درجه. هتلاقيه هو اللي بيحكي القصه دي دلوقتي، بيقول ان الانجلر فيلوسيتي في الوضع الثاني عند الثيتا كانت اوميجا، اوميجا دي بكام؟ بواحد. كلام جميل. بيقول ان في فريكشنال مومنت عند الهنج ايه، يعني هنا كده كان كونستنت، بيقول بيمنع الحركه بتاعت الرد، يعني في هنا مومنت عكس الحركه. كلام عظيم جدا جدا جدا. هو بقى عايز المومنت اوف انرجي عند نقطه ايه هنا، طبعا للسيستم كله على بعضه، عايز تي 1، عايز في 1، عايز تي 2 في 2، وعايز الاي 2، وعايز الورك بتاع النون كونسرفاتيف فورسز مع بعض كده. مين هو الورك بتاع النون كونسرفاتيف فورسز؟ ده اللي جاي من المومنت، صح؟ لان الوزن والسبرينج ما يجيبوش حاجه، هنا ما فيش غير الوزن بس، والوزن ملوش دعوه بينا. بعد كده هو عاوز المومنت ده بيساوي كام؟ بعد كده عايز لك نفس المساله بتاع اللي فاتت بالظبط، عايز الفا وده اللي هي الايكويشنز اوف موشن. تمام كده؟ يبقى انا هحل مساله ورك اند انرجي، بعد كده هروح عند الجزء اللي بعد كده اللي هو كان نيوتن سكند لو. يلا بينا مع بعض. هتلاقينا بنقول ان احنا عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب الاي عند الايه عباره عن 1 على 3 ام بتاعت الرد في ال تربيع زائد بتاعت الديسك بقى نص ام ار سكوير. كده انت حسبت عند نقطه بي ان ال بقى، يبقى زائد ام ال سكوير. اوكي كده هنحسبها مع بعض، تلاقيها طلعت معاك 2250 كيلو جرام متر سكوير، وده كان اختيار موجود عندك في المساله. بعد كده انا عايز اطلع التي 1 طلع بزيرو، ده الاختيار ايه. عايز اطلع في 1، هتلاقي عندك البوزيشن الاول كان عامل كده. اوكي مظبوط كده. طيب في البوزيشن ده الزيرو بتاعك اهو، يبقى هنا كده زيرو وهنا كده زيرو، كل دول موجودين عند الزيرو، يبقى الفي 1 بتساوي زيرو، لان ما عندكش حاجه تعمل في، ما عندكش حاجه تعمل بوتنشال غير مين؟ ها؟ غير غير الوزن، والوزن خلاص موجود عند النقطه اللي تعمل صفر، وبناء النقطه اللي هي عندها الزيرو بتاعك، وبناء عليه يطلع البوتنشال بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. في 2 بقى احنا عايزين نبدا بعد كده التي 2 اهي، هتبقى عباره عن هاف اوميجا سكوير الاي عند الانستنيوس سنتر، صح كده؟ طيب يعني نقدر نقول ان هي مين؟ ان هي هاف في الاوميجا، خد بالك واديها لك جيفن في الوضع الثاني بواحد تربيع، والاي اللي هي 2250، نقدر من هنا نطلع التي 2 بتساوي كام بكل سهوله. يبقى انت عندك دلوقتي التي 2 تساوي كام؟ تساوي التي 2 تطلع معاك بتساوي 1125 جوت. طيب ده كان الاختيار سي. بعد كده انت معاك الفي 2، الفي 2 يجي منين؟ الفي علشان تطلعها انت محتاج تقول ان هي من الوزن وبس، ام جي اتش ده بتاع الرد زائد ام جي اتش ده بتاع مين؟ بتاع الديسك. اوكي طيب الوضع الثاني كان بيبقى حاجه عامله كده، وده اهو ده ال، ومعاك احنا بنحسب من هنا اوكي بالقلم كده، ده موجود هنا كده، يبقى على المسافه دي كده عباره عن ال على الاثنين ساين ثيتا، من هي ثيتا هي الحته دي. طب ده كده هو عباره عن المسافه دي كده اللي هي ال ساين ثيتا. نقدر من هنا نقول ان انا معايا بخصوص الرد ده 80 في 10 في اتش، قلنا ان هي هتبقى ال على الاثنين يعني 4.5 اهو على الاثنين ساين ثيتا اللي هي 45، بعد كده زائد ام بتاعتك تبقى بكام؟ تبقى ب 80 برضو في 10 في كام بقى؟ ال كامله اللي هي 4.5 ساين 45. ومفكر انا فوق الديتم ولا تحت؟ ها؟ لا ده انا تحت. طيب طالما انا تحت الديتم ده الصفر بتاعي اهو، وانا تحته يبقى كل الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع سالب، يبقى هنا سالب 3.8 1.8 كده، انا قدرت اطلع
البوتنشال بتاعي في الوضع الثاني، وكمان طلعت الكينيتيك انرجي اللي هي طاقه الحركه في الوضع الثاني. اقدر من هنا اقول ان انا معايا اي 2 هي عباره عن تي 2 زائد في 2 اللي هي البوتنشال زائد الكينيتيك انرجي. لما تحسبها كده تطلع لك سالب 2693.38 جول. كده انا حسبت لحد الاي 2. طيب عايز تعمل ايه دي بقى دلوقتي؟ عايز اطلع الورك ضمن نتيجه النون كونسرفاتيف فورسز، مش هو عباره عن اي 2 ناقص اي 1؟ ايوه مظبوط جدا. طيب هي اي 1 دي مش كانت طلعت بزيرو؟ ليه؟ لانها كانت تي 1 زائد في 1 ودول الاثنين كانوا بصفار، وبناء عليه ايه؟ كانت هي اصلا بزيرو. فهنا كده اقدر اقول لك ان الورك ضمن من نقطه 1 نقطه 2 من النون كونسرفاتيف فورسز هو عباره عن نيجاتيف 2693.38 جول. كده انا قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الورك دان نتيجه النون كونسرفاتيف فورسز. طيب هو ده اصلا يجي منين؟ مش هو ده الحاجه الوحيده اللي تجيب لك نون كونسرفاتيف فورسز كانت هي المومنت في الثيتا، صح ولا لا؟ طيب مش قلنا ان المومنت ده بيعمل كده والجسم بتاعك بيدور كده اهو، يبقى اذا الشغل بتاعك ده هيكون ايه؟ هيكون نيجاتيف. طيب الثيتا دي بقى بتساوي كام؟ قلنا ان الثيتا هنا لما نيجي نعوض عنها لازم تبقى ايه؟ راديان. طيب 45 راديان تبقى كام؟ 45 في باي على 180، يعني تقدر تقول ان هي كام؟ ان هي باي على الاربعه. تمام كده؟ يبقى انت دلوقتي عوضت عن دي بباي على الاربعه، تقدر تطلع المومنت من هنا يساوي كام؟ المومنت يطلع معاك رقم كبير مش هعرف نكتبه هنا، تعالى اكتبه في الصفحه اللي جايه. المومنت اهو مع بعض كده هو عباره عن ام عباره عن 2693.38، الكلام ده مقسوم على باي على الاربعه، لما تحسب الكلام ده يطلع لك 3429 نيوتن متر. بكده الحمد لله احنا قدرنا نجيب المومنت. بقينا بقى ان احنا عايزين نحسب الار اكس بكام، ار واي بكام، الالفا بيساوي كام. كل الكلام ده ما نقدرش نحسبه بالايكويشن بالورك اند انرجي، لازم نروح لايكويشنز اوف موشن، صح كده؟ تمام. يبقى انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج اعمل فري بودي دايجرام اهو. فري بودي دايجرام بتاعك الجسم بتاعي اهو وادي نقطه ايه، الجسم بتاعي اهو وادي نقطه ايه، اهي نقطه ايه دي اللي انا بدور حواليها، مظبوط كده؟ طيب تعالى هنا كده بالاخضر كده نقول انت بتدور حوالين النقطه هنا كده هي الار بتاعتك، صح؟ الار بقى بتساوي كام؟ ركز بقى كويس جدا، الار دي هي عباره عن الاكس بتاعت السيستم ده، مش ده له اكس خاصه بيه وده له اكس خاصه بيه اهي، يبقى الاكس دي والاكس دي، دي حاجه منهم بتاعت الرد وحاجه بتاعت الديسك، انا عايز بقى بتاعت السيستم كله على بعض، فيبقى الام بتاعت الرد مضروبه في الاكس بتاعته اللي هي كام؟ ها؟ اللي هي كانت اللي على الاثنين اهو، زائد ام بتاعت الديسك في الاكس بتاعته اللي هي كانت مين؟ كانت ال، صح كده؟ الكلام ده مقسوم على ام ار زائد الام بتاعت الديسك، ام ار اللي هو الرد وام دي اللي هو بتاعت الديسك، لما تحسب الكلام ده يطلع لك 3 بوينت كام بقى؟ تعالى نحسبها مع بعض بسرعة كده، 3.375 متر. كده أنا قدرت أطلع مين؟ الآر اللي أنا هبدأ أدور حواليها عند نقطة A. يلا بينا مع بعض بقى نكتب المعادلات ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. المعادلات بتاعتي علشان أكتبها لازم أبدأ أقول الجسم بتاعي أهو اللي أنا بدرسه أهو، واحد عليه الفورسز والتاني عليه الإنرشيا فورسز، هنا ام اي تي، هنا ام اي ان، وكده في الفا اي عند نقطه اي. طيب معاك فورسز ايه بقى هنا موجوده؟ معاك هنا كده ام جي بتاعت الرد، هنا ام جي بتاعت الديسك، وهنا كده في مين؟ المومنت. معاك كده ار اكس، ومعاك لفوق كده مين؟ ار واي. كده انا خلصت كل الفورسز وكل الانرشيا فورسز اللي موجوده عندي في المساله، مش باقي غير ان انا اكتب الايكويشنز بتاعتي. هيبقى الفورس في اتجاه التي بتساوي ام اي تي، اقدر اعوض فيها واقول الاتي، في اتجاه التي اللي هو اتجاه واي يعني عندنا هنا، انت معاك مين؟ معاك
ام جي بتاعت الرد زائد ام جي التانية زائد الار واي. الكلام ده يساوي ام اي تي. اقدر اشيل الاي تي بكل سهولة واحط مكانها مين؟ الفا ار. مين ار؟ هي اللي انا لسه حاسبها من شوية 375. اوكي تمام كده. بعد كده هقول لك ان اللي في اتجاه الفورسز اللي في اتجاه ام تساوي ام اي ان. يلا بينا نعوض. فيكون عندك في اتجاه ان عندك مين؟ عندك ار اكس وبس. الكلام ده يساوي ام اي ان اللي اقدر اشيلها واكتب مكانها مين؟ واكتب مكانها اوميجا سكوير في مين؟ في ار. ار اللي انا لسه جايبها. طب واوميجا دي؟ ها اوميجا دي المفروض ان هي بالنسبه لك انت عارفها ولا لا؟ تعال نشوف مع بعض كده. اوميجا معانا ما كان كانت معروفه كانت بتساوي واحد. يعني انا معايا هنا الاوميجا دي بتساوي واحد. اوكي فهنا اقدر اطلع الار اكس بتساوي كام على طول. يبقى هنا كده انا معايا الار ومعايا ده. اقدر اقول ان ار اكس من هنا على طول بتساوي كام؟ الار اكس على طول تطلع معاك بتساوي كام؟ ما طلعتش رقم. المهم ان هي تطلع معاك يعني. الموضوع بسيط. كده احنا طلعنا الار اكس بقينا المعادله الاخيره علشان نحسب المومنت عند نقطه A. المومنت عند نقطه A كان عباره عن اهو. هقول دلوقتي ان انا معايا المومنت عند نقطه A يساوي الفا اي عند الاي. طيب مين بقى اللي يعمل مومنت عندك؟ انت هتلاقي المومنت اللي بيحصل عندك بيجي نتيجه الاتي: ام جي في ال على الاثنين ده اللي جاي من الرد زائد ام جي في ال ده اللي جاي من الديسك ناقص ام. اوعى تنسى بقى الام دي اللي هي الاكسترنال مومنت اللي كان موجود عندك الفا ومعاك الاي اي. المفروض ان احنا حسبناها في اول خطوه خالص كانت 2 2 5 مظبوط كده. كده تعال نشوف احنا معانا ايه ومش معانا ايه في المعادله دي. انا المفروض معايا ده موجود اللي هو كام ب 800 اهو 800 والال ده 4.5 ده كده 2.25. هنا باقي لي بس المومنت اقدر احسبه من هنا. ليه؟ لان هيبقى عندي مومنت والالفا اللي 2 انونز. طب والالفا دي موجوده في معادله ثانيه؟ اه موجوده في اول معادله خالص اللي هي كانت ام جي زائد ام جي ناقص الار واي. الكلام ده كان بيساوي ام في الفا في 3.375. كده انت معاك معادلتين في مجهولين. هنا قلنا ان دي ب 800 دي 800 ومعاك هنا 2 انونز اللي هو الار واي ومين؟ والالفا. من المعادلتين دول نقدر نطلعهم بكل سهوله. يبقى انت معاك دلوقتي الالفا هتطلع بتساوي 0.88 وتقدر تطلع الار واي يطلع معاك بيساوي كام؟ بيساوي 1.127 نيوتن. كده انا طلعت الار واي وطلعت الالفا. ولو جيت تركز في الاكس الار اكس هتلاقي ان هو يطلع معاك بكام؟ هتلاقي ان هو يطلع معاك بزيرو. اوكي هيطلع معاك بزيرو. ليه؟ لان لو ركزت معايا هتلاقي انا غلطت في حاجه وانا بتكلم معاك. قلت لك الاوميجا بتساوي واحد. الاوميجا بتساوي واحد دي في بوزيشن 2. اوكي انا غلطان في بوزيشن 2. امال في بوزيشن 1 لو تفتكر قال ان هو بدا من الريست. يعني الاوميجا كانت بكام؟ بصفر. يبقى كده الار اكس يساوي صفر لان الاوميجا في بوزيشن 2 كانت بواحد لكن في بوزيشن 1 الاوميجا كانت بتساوي صفر. اسف. يبقى كده انا قدرت اطلع الالفا، قدرت اطلع الار واي، قدرت اطلع الار اكس، حسبت كل حاجه مطلوبه مني في المساله. دي غلطه بس انا ما خدتش بالي منها ان الار اكس هتطلع بزيرو. ليه؟ لان في البوزيشن الاول اللي كان فيه الجسم هوريزونتال كده اللي انا بحسب عنده قال ان هو بدا من الريست، فكانت الاوميجا في الوضع ده بتساوي صفر مش بتساوي واحد. تمام يا شباب؟ كده احنا حسبنا كل حاجه وخلصنا المساله. بقينا مساله واحده بس اللي هي بقى تعتبر اتقل مساله فيهم كلهم. ان شاء الله نشوفها مع بعض دلوقتي عامله ازاي. المساله دي بيقول لك، ركز بقى معايا عشان فيها كلام كتير. بيقول ان انت معاك السيستم اللي قدامك ده عباره عن
مثلث متساوي الاضلاع كتلته ام طوله ال. عندك رود اي سي كتلته ام على الاثنين وطوله 2 ال. بيقول ان البلوك اي كتلته ام على الاربعه اللي هي هنا دي. بيقول ان البلي دي ممسوكه بتورشنال سبرينج الستيفنس بتاعته كي. وبيقول ان هو انتويستد في الوضع اللي انت شايفه ده اللي هو البوزيشن 1. يبقى بوزيشن 1 هو اللي انت شايفه قدامك ده. طيب بيقول ان في فورس اف ابلايد على البلوك اي بدا السيستم يتحرك من الريست. مهم جدا دي يا شباب. يبقى السيستم بدا يتحرك منين؟ من الريست. ده معناه ايه؟ معناه تعال ندور 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 التي 1 ايه تساوي زيرو على طول كده. يبقى التي 1 بزيرو واحنا مغمضين كده. اوكي طيب بعد كده هيقول لك ايه. بيقول ان لما يكون عندك الضلع بي دي هوريزونتال هو ده بوزيشن 2. يعني ده يكون هوريزونتال. طيب ما تيجي نبص كده الوضع التاني ده يكون عامل ازاي. يعني هو بيقول لك علشان تشوف الهوريزونتال يكون ده يجي كده وده يطلع كده اهو. ده المثلث بتاعك كده وباللون الاحمر يبقى عندك الرد عامل كده اهو. يبقى ده كده البوزيشن الثاني اللي هو يقصده اهو. تمام كده. يبقى ده بوزيشن 2 وده بوزيشن 1. تمام يا شباب. كده احنا عايزين بقى نجيب الاجابات الصحيحه بتاعتنا. اول حاجه هو عاوز المومنت اوف انرشيا عند نقطه بي بس للبليد بس للبليد ده. بعد كده عايز الاي 1 للسيستم كله. عايز الاوميجا بتاعت الرود في بوزيشن 2. عايز الفيلوسيتي بتاعت البلوك في بوزيشن 2. عايز تي 2 اللي هو الكاينتيك انرجي في الوضع الثاني. عايز التي 2 بس لكل واحده فيهم بقى. يعني عايز للبليد عايز للرود عايز للبلوك عايز الفي جي. اتفقنا ان الفي جي دي تعني ايه؟ تعني الفي نتيجه الام جي نتيجه الوزن. اس تعني نتيجه السبرينج. من واحد لاثنين النون كونسرفاتيف فورس دي اللي هيجي من الاف. وبعد كده عايز الابلايد فورس اللي هي الاف نفسها بتساوي كام. مع بعض كده بسهوله يلا نبدا المساله ونشوف هنعمل ايه. طيب عايز ابدا دلوقتي احسب المساله بتاعتي. اول حاجه عندي عايز ابدا احسبها هي الاي عند نقطه بي هتساوي ايه رايك؟ البليت بتاعت شكلها عامل كده. انا هحسب هنا هحسب عند النقطه دي وبعد كده انقلها. يلا بينا. طيب بالنسبه للبليت كلها على بعضها الكتله بتاعتها ب 40 اوكي. يبقى نصها بكام؟ ب 20. يبقى انا هقول دلوقتي 1 على 6. خد بالك انا حافظ للمثلث اللي شكله كده بس تمام اللي هو الرايت تريانجل. مش حافظ للي قدامك ده. فانا للرايت تريانجل ده كتلته 20 بس. يبقى 1 على 6 اهي. 1 على 6 في ام اللي هي ب 20 في اي تربيع بلس بي تربيع. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ده تربيع زائد ده تربيع صح كده؟ يبقى انا كاني هقول ال على الاثنين تربيع زائد ال الثاني اللي هو ده اللي في النص ده. يبقى هو عباره عن مين؟ عباره عن ال تربيع ناقص ال على الاثنين تربيع. فل كده؟ انا كده خلصت مين؟ خلصت الجزء ده. بس انا كده عملت المثلث واحد منهم. هل انا عايز لواحد منهم؟ لا ده انا عايز لمين؟ عايز للاثنين. يبقى كاني ضربت في ايه؟ كاني ضربت في اثنين. معايا؟ يبقى انا هخلي دي بس اثنين كده. يبقى انا حسبت المثلث واحد منهم اهو اللي هي كانت 1 على 6 في 20 في ال على الاثنين تربيع زائد الطول اللي هو اللي في الوسط ده. بعد كده افتكرت ان انا لازم اضرب في اثنين عشان ابقى كده حسبت الكل المثلث ده بس هنا كده. بعد كده هنقل الكلام ده اقول زائد اهو معاك الام في ال على الاثنين تربيع. من ال على الاثنين هي المسافه دي كده المسافه من هنا لغايه هنا. طبعا كنت ممكن اروح عند السي جي الاول وبعد كده ارجع هنا وبعد كده انزل تاني كانت هتبقى هي هي يعني. يعني كاني هقول زائد ام في ال تربيع ناقص ال تربيع على الاربعه مقسومه على الثلاثه. وبعد كده هقول ناقص ام في ال تربيع ناقص ال على الاثنين تربيع اهو على الثلاثه. فدي كتقطير مع دي كان ما عملتش حاجه يعني. يعني انا نقلت من هنا لهنا على طول. اوكي بس هو ده الشاهد من الكلام. يعني انا عشان كده ما رضيتش اعمل عشان بس انت ما تتلخبطش.
انا فعلا رحت للسي جي ورجعت تاني، فهي هي كل الكلام ده نقدر نقول دلوقتي ان هو بيساوي الاي عند البي تطلع 54 كيلو جرام متر. اوكي كده انا طلعت الاي عند البي. بعد كده عايز اقول التي 1 هو بدا يتحرك منين؟ من الريست صح، يبقى على طول ده بكام؟ بزيرو. طب في 1، في 1 بقى تيجي من كذا حاجه، ركز معايا، تيجي معاك من ام جي اتش لبلوك ايه، ام جي اتش للرود، ام جي اتش للبليت، ام بعد كده بقى مش ام بقى هيبقى هاف اهو معاك دلوقتي، هاف كي تيتا تربيع اللي بتاعت مين؟ بتاعت السبرينج صح ولا لا؟ صح كده؟ طيب مع بعض كده لما تيجي تبص على المسألة بتاعتك، تعالى نعملها في الحتة دي اهي، هنا كده في الحتة الصغننة دي انا معايا السيستم بتاعي عامل كده وبعد كده اهو مظبوط. طيب هنا كده علشان تتكلم عن في الوضع الاول ده، انت معاك هو ده كده الخط اللي عليه السي جي بتاع المثلث والسي جي بتاع مين؟ بتاع الرد. طب الصفر بتاعك فين؟ الصفر بتاعي هنا اهو. يبقى انا هقول ان معايا دلوقتي ام بتاعت الرد اقدر اطلعها بكل سهوله، ام بتاعت الرد ب 20 في 10 في الاتش اللي هو الطول ده، الطول ده اللي هو كام؟ اللي هو ايه اللي على الاثنين؟ ال بكام يا سيدي؟ ال 1.8 يبقى 1.8 على الاثنين زائد بخصوص ايه بقى؟ بلوك ايه؟ ده موجود اصلا عند الصفر، ده مش موجود اصلا. بعد كده البليت هيبقى عندك ام 40 في 10 في برضو ال اللي هي 1.8 على 2 والسبرينج كده كده بزيرو لان لسه ما عملناش اي روتيشنز خالص، مفيش اي مشكله كده نقدر نطلع دي من هنا تطلع 540 جول. كده احنا طلعنا ال V1 بتساوي كام؟ طيب ال T1 بزيرو، ال V1 540، اقدر اقول لك من هنا ان ال E1 هي عباره عن T1 زائد V1 اللي هي تطلع كام؟ 540 جول. اوكي؟ كده انا خلصت بوزيشن 1. طيب بوزيشن 2 بقى ركز معايا. دلوقتي انا معايا بوزيشن 1 كان حاجه عامله كده والمثلث كان عامل كده. مظبوط؟ بوزيشن 2 كان عندك ده جه هنا كده والمثلث بقى عامل كده صح كده ولا ايه؟ وده اهو هنا كان معاك ثيتا وهنا بقى معاك ثيتا. ركز بقى معايا، ثيتا في الوضع الاول ثيتا 1 وثيتا 2. ركز كده معايا، ثيتا في الوضع الاول دي عباره عن مين؟ عباره عن ساين انفرس لمين؟ خد بالك ان طول الرد ده 2 ال ومش هيتغير، هيفضل 2 ال زي ما هو. فهنا يبقى عباره عن ساين انفرس ال على 2 ال، يعني كام؟ يعني 30 درجه. طيب ثيتا في الوضع الثاني عباره عن ساين انفرس مين بقى؟ الطول ده صح؟ الطول ده اللي هو مين؟ اللي هو لسه حاسبينه كان، تعالى نعملها بقى مره واحده اهي، يبقى السكوير روت بتاع ال تربيع ناقص ال على الاثنين تربيع، الكلام ده كله مقسوم على 2 ال. لما تحسب الزاويه دي ان شاء الله تطلع لك الزاويه دي بكام؟ 25 بوينت كام بقى؟ بوينت حاجه اعتقد، بوينت 6 بوينت 5 حاجه زي كده درجه. يبقى كده في تغير في الزاويه اللي قدامك دي صح ولا ايه؟ طيب ليه بقى بحسب الكلام ده؟ الكلام ده هيكون مهم جدا 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 بالنسبه لي دلوقتي. ليه؟ ركز معايا واحده واحده. خد بالك انت دلوقتي عايز تبدا تحسب ال V2 و T2. طيب بخصوص ال V بقى بتاعتك، مش ال V دي هتيجي من ال MGH بتاعت الرد وعندك MGH بتاعت مين؟ الخاصه بمين؟ الخاصه بالبليت، وعندك MGH اللي خاصه بالبلوك صح كده؟ اهم ومعاك كمان مين؟ ومعاك كمان هاف كي ثيتا سكوير صح كده؟ طيب انا عايز اعرف الثيتا اللي هنا دي بتساوي كام؟ ليه؟ لان الثيتا دي هي اللي السيستم لفها
وهي اللي السبرنج اثر بيها. فعشان تجيب الثيتا دي بكل سهوله خالص، انت معاك المثلث عامل كده صح، المثلث ايكوال، يبقى هنا معاك كام؟ 60. يبقى اللي باقي هنا كام؟ 30. يبقى انت معاك الثيتا بتاعت السبرنج عباره عن 30 درجه، اللي هي تساوي باي على 6. تمام كده بكل سهوله. طيب اخر حاجه، المثلث الوضع الثاني بقى عامل كده اهو. انا عايز احسب الطول الاحمر ده عشان ما اقعدش كل شويه بقى ايه اقول هو بكام. هو عباره عن ال تربيع ناقص ال على الاثنين الكل تربيع، كل ده تحت الجذر صح. لما تحسب دي ان شاء الله بالسلامه كده يطلع لك جذر 3 على الاثنين ال. تمام. طيب جذر 3 على الاثنين ال ده رقم ممكن تعوض وتطلعه بكل سهوله. هنا بقى تعالى بينا مع بعض كده نقول ان السيستم بتاعك بقى عامل كده اهو. اقدر ارد هنا اهو، وده البلوك بتاعك. اوكي طيب هنا كده الرود ده الوزن بتاعه بيأثر في نقطه هنا اللي هي باللون الاصفر ده على ارتفاع هنا كده. لو سمينا دي كده دي، فالارتفاع ده كده هو دي على الاثنين. حد عنده مانع؟ كلام جميل خالص. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان الفي، تعالى نكتب بقى باللون بتاعنا، 2 بتاعت الرد هي عباره عن ام جي اتش. يعني ايه عباره عن كام؟ الرد كتلته ب 20، يبقى انت عندك 200، والاتش بتاعتك اللي هي كام؟ جذر 3 على ال 4 ال اللي هو 1.8. كده انت قدرت تطلع الفي 2 الخاصه بالرد يطلع 155.88 جول. كده عملنا الفي 2 الخاصه بالبلوك هيبقى بزيرو، الفي 2 الخاصه بالبليت بزيرو. ليه؟ لانه موجود هنا على الزيرو اصلا. بالبليت بقى هيكون عندك ام جي اتش، يعني معاك 400 في جذر 3 على الاثنين بقى، ده كله كده جذر 3 على الاثنين صح؟ يبقى جذر 3 على 6. ليه؟ لان جذر 3 على الاثنين، تعالى نعملها حته حته، جذر 3 على الاثنين في 1 على 3 اهو. كده احنا خلصنا طبعا ال. يعني من هنا كده نقدر نعوض بسهوله، تطلع البي الخاصه بالبليت هي 207 بوينت كام؟ 8.5 جول. طب انا تحت الديتا ولا فوق؟ لا انا فوق، يبقى انا خلاص في امان، انا موجب. تمام كده؟ كده انا خلصت ايه؟ خلصت الفي 2 للرود والبلوك والبليت. بقى لنا مين؟ بقى لنا السبرينج اهو. الفي 2 الخاصه بالسبرينج هي عباره عن هاب كي تيتا سكوير. صح كده؟ يبقى هي عباره عن اهو، واحده واحده، الفي 2 الخاصه بالسبرينج عباره عن هاف كي ثيتا سكوير 2. اوكي هنا كده معاك هاف اهو، والكي كانت بكام؟ ها الكي كانت 1200، والثيتا قلنا ان هي باي على 6 تربيع. لما نعوض بالكلام ده يطلع 164.49 جول. كده انت عايز تقول الفي جي بتساوي كام؟ قلنا ان هو جاي نتيجه مين؟ الوزن. يبقى هو عباره عن ام جي اتش من الرد زائد ام جي اتش من البليت. احسب الكلام ده تلاقيه طلع 363.7 جول. طيب بالنسبه للسبرينج اهو لسه مطلعه 164.49 جول. دول كانوا حاجتين مطلوبين منك في المساله بتاعتك. طيب باقي لك مين بقى دلوقتي؟ باقي لك تحسب التي 2. طيب التي ركز بقى معايا، التي بقى دي هتيجي من ثلاث حاجات. اول حاجه من البلوك هاف ام في سكوير بتاعت البلوك، زائد اهو معاك هاف ام في جي سكوير. الكلام ده بنتكلم عن الرد بقى، تعالى نعملهم بالوان مختلفه علشان ايه ما نتلخبطش. يبقى ده هو البلوك. بعد كده هتقول هاف ام في سكوير عند نقطه جي، زائد هاف اوميجا سكوير اي عند الجي، ده مين؟ الرد. خلصت؟ لا لسه. زائد هاف اوميجا سكوير اي عند الانستينيا سنتر، وده الخاص مين؟
الخاص بالبليت. اوكي، يبقى انا معايا الثلاث حاجات دول هم اللي انا المفروض احسبهم اهو واحده واحده. يلا بينا بقى ناخدهم واحده واحده ونشوف ايه اللي هنقدر نحسبه وايه اللي مش هنقدر نحسبه مع بعض كده. اول واحده فيهم اللي هي البلوك، هو عباره عن هاف ام في سكوير، صح كده؟ طيب في ده اللي هو في عند نقطه ايه؟ هل في عند نقطه ايه دي اصلا انت عارفها؟ لا ما انتش عارفها. يبقى انت معاك دلوقتي هاف والام. الام سهله بالنسبه لي، الام انا اقدر اقول لك ان هي ب 10، لكن في ايه انا مش عارفها، تفضل زي ما هي. طيب بخصوص الرد هقول لك بيساوي هاف، تعالى معايا اغير اللون بتاعه عشان ما نتلخبطش اهو بالاحمر، الرد هيبقى معاك دلوقتي هاف ام في جي سكوير زائد هاف اوميجا سكوير بتاعت الرد في اي عند الجي. طيب الام بتاعته انا عارفها بكام؟ ب 20، ام اهي بتساوي 20، سهله. طيب الاي جي، يبقى الاي هي عباره عن 1 على ال 12 ام ال اللي هي 2 ال تربيع. اوكي كده؟ طيب تقدر تطلعها؟ اقدر اطلعها بكل سهوله. يبقى انا قدرت اطلع دلوقتي الاي بتساوي كام؟ قدرت اطلع الام بكام؟ كانت معطاه. طيب الفي جي عارفها؟ لا. الاوميجا ار عارفها؟ لا. يبقى دلوقتي ما قدرتش اعمل اي حاجه. باقي لك مين بعد كده؟ باقي لك البليت. اهو. يبقى البليت بتاعتك عباره عن هاف اوميجا سكوير للبليت في مين؟ في الاي عند الانستنس سنتر اللي هو عند مين؟ اللي هو عند نقطه بي اللي انت طلعتها. الكلام ده يساوي الاي عند نقطه بي طلعناها في الاول خالص لو تفتكر كان بكام؟ 54 على ال 2 اوميجا سكوير. في حاجه صعبه لحد كده؟ كلام جميل خالص. طيب الاوميجا سكوير دي قال لك عليها هو اداها لك جيفن 1.2، يعني دي كده معطاه 1.2. يبقى انا اقدر اقول لك على طول ان التي 2 بتاعت البليت اقدر اطلعها بسهوله من هنا. ليه؟ لان انا معايا الاي بتاعت البي ب 54 ومعايا الاوميجا 1.2 ومعايا الهاف، انا كده حاطه في الرول بتاعي. فالموضوع بقى بالنسبه لك سهل دلوقتي، انت قدامك بس عايز تعرف الفي جي بكام، عايز تعرف الاوميجا بتاعت الرود بتساوي كام عشان تبدا تشتغل المساله بتاعتك. كده احنا اتصدمنا ان احنا عايزين نجيب سرعات. طالما عايزين نجيب سرعات يبقى انت محتاج ترجع لورا شويه. شابتر كام؟ شابتر 2. يبقى المساله الاخيره دي بتربط لك ورك اند انرجي بمين؟ ها؟ بتشابتر 2. شابتر 2 ده بقى كان بيعمل ايه؟ كان بيحسب لك السرعات، صح؟ ايه رايك ان احنا نعمل خط كده ونقول ان الخط ده عباره عن مين؟ عباره عن اي سي اللي هو كان مين؟ تخيل كده ان احنا عندنا المثلث ده كده والخط ده كده اهو، هو ده اي سي، ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. طيب سرعه سي دي تقدر تجيبها ولا لا؟ بكل سرور. ليه؟ لان انا اقدر اقول لك انت معاك خط اهو اسمه بي سي، اهي بي سي، مش بي دي عندها هنج؟ فانا اقدر اقول لك ايه؟ اقدر اقول لك اعمل كده عمودي على ده، ولو الاوميجا بتاعتك انت قايل لي ان هي في الاتجاه ده كده يبقى الفي سي اهي وتساوي الاوميجا اللي هي 1.2 في الار اللي هي ال اللي هي 1.8 اللي انت تقدر تطلعها بكل سرور من هنا. الفي سي بالنسبه لك تطلع بتساوي كام؟ الفي سي نقدر نحسبها تطلع 2.16. طيب بكل سرور الفي اي مش انا عارف اتجاهها سلايدر، مظبوط كده؟ ومعاك اهو الفي سي. طيب من هنا اقدر اقول لك ان الفي سي او الفي سي ايوه هي عباره عن في اي زائد في سي اي. كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بنقول الاتي، كنت بقول لك ان انت دلوقتي تعالى بس نشيل دي كده عشان ايه اوضح عليها حاجه بس. هنا انت معاك كل الكلام ده از فيكتور اهو، فتقدر تقول لي ايه الاتي؟ انا دلوقتي عايز اطلع الفي سي، فانا محتاج اعمل الفي
سي اي، فكنت بعمل عمود على دي كده صح ولا ايه؟ كنت بقول ان انت عندك هنا تيتا، وكنت بعمل هنا كده لاين اهو، دي تيتا تبقى دي كمان مين؟ تيتا. اوكي يبقى انت معاك دلوقتي الفي اهو، اقدر اكتب الفي سي ايكوال كام؟ ها من هنا كده الزاويه دي كده ب 60 ودي كده ثيتا، منين ب 60؟ اهي 60 اهي صح كده؟ يبقى انا اقدر اقول لك ان ده كده كان بي سي اللي هو ده اهو، فهنا كده دي 60، فانا اقدر اقول لك ان الفي سي اقدر اكتبها لك از فيكتور 2 16 في مين بقى؟ معاك ساين 60 اتجاه الاي ناقص اهو كوساين 60 في اتجاه الجي. طيب بعد كده عايز تكتب مين؟ عايز اكتب الفي اي، هي عباره عن في اي في اتجاه الاي كله سرور. بعد كده عايز تقول الفي سي اي، هي عباره عن الاوميجا بتاعه الروت مضروبه في الار اللي هو مين؟ 2 ال في، عايز تعمل دي ريزوليوشن كده، تعالى نسميها تيتا بقى. يبقى هنا كده معاك هنا كده ساين ثيتا اي وكوساين ثيتا جي بالنيجاتيف. اوكي كده انت كتبتهم كلهم از فيكتور، تعال نشوف ايه اللي موجود وايه اللي مجهول بالنسبه لك. يبقى انت معاك دلوقتي الفي سي ايكوال في اي زائد في سي اي اهو، تعال نعوض، لما تعوض يطلع لك الفي سي اللي هي 2 16 في ساين 60 اي كوساين 60 جي، الكلام ده يساوي ال في اي اي زائد 2 ال يعني 3.6 اوميجا اي سي في، عايز تعمل الريزولوشن بتاعك معاك ساين ثيتا اي كوساين ثيتا جي. اوكي هتعمل معادله الاي ومعدل الجي، يبقى عندك تو ايكويشنز في تو انونز، من الانونز بتاعتك في اي واوميجا اي سي، اقدر من هنا اطلع لك الفي اي تساوي 1.35 واطلع لك الاوميجا اي سي تطلع بتساوي 0.33 ريد بير سكند، ودي طلعت معاك مين؟ طلعت معاك متر بير سكند. طيب انا معايا دلوقتي لاين اهو اوله ايه واخره سي، تمام؟ عايز اجيب سرعة جي، فين سرعة جي دي؟ جي اهي، مش في جي از فيكتور، هي عبارة عن في اي زائد في سي على الاتنين صح ولا لا؟ اهو بكل سرور اقدر اقول اهو، تعال نكتبها تاني بس كده، معاك الفي جي هي عبارة عن في اي احنا طلعناها 1.35 في اتجاه الاي زائد 2 16 في ساين 60 كوساين 60 اهو، كل ده على الاثنين، تطلع ال في جي زي الشاطر كده بتساوي كام بقى؟ ال في جي بتاعتك تطلع معاك 1.61 في اتجاه الاي ناقص 0.54 في اتجاه الجي، لما تجيبها كماجنتيود تطلع معاك 1.698 متر. كده انا قدرت اجيب الفي جي بتساوي كام؟ حلو خالص، وقدرت اجيب الفي اي بتساوي كام؟ كلام جميل جدا. يبقى اقدر دلوقتي اعوض في القانون الكبير اللي كان بيقول ان الشغل من واحد لاثنين نون كونسيرفد فورسز، الكلام ده بيساوي تي 2 زائد في 2 ناقص تي 1 زائد في 1. اوكي طيب مع بعض كده تعال نعوض، انا معايا ال T1 كده كده بزيرو، ومعايا ال V1 بكام؟ فاكرين ال V1 كانت ب 540، ال T1 كانت بزيرو. طب وال V2؟ ال V2 احنا طلعناها مش كده؟ تعال نبص مع بعض كده، ال V2 كانت عباره عن ال V اللي جت من الوزن وال V اللي جت من السبرينج اقدر اطلعها. اوكي فاللي هي كانت ال V S زائد ال في جي معايا يعني. المهم المشكله كلها تكمن في مين؟ تكمن في التي 2. طب الورك اللي جاي من النون كونسيرفاتيف فورسز ده عباره عن اس في دي، وده هيكون له قصه معانا تعالى نعملها معا. طيب
مع بعض كده تعال نشوف، هتلاقي ان عندك الورك دان من نقطة واحد لنقطة اتنين من النون كونسيرفاتيف فورسز هو عبارة عن الاف تي. الدي بقى دي لا قسم. بص يا سيدي، احنا كان معانا الشكل الاول كان عامل كده، كان شكله عامل ازاي؟ كان عامل كده اهو، وكان معاك البلوك هنا كده، وده كان عامل كده. في الوضع التاني بقى عامل كده مظبوط، والبلوك بقى موجود هنا كده، صح كده ولا ايه؟ زي الفل. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف المسافه دي اللي هو اتحركها بتساوي كام. دي هي الحته دي كده صح. طيب انا عايز اجيب بقى دي، اجيبها ازاي؟ بص يا عم، مش المسافه دي نقطه ثابته؟ انا عايز في النقطه دي نقطه ثابته، يبقى الحته دي كده كانت طول اي بي في الوضع الاول صح كده. طيب والحته دي كده كانت اي بي في الوضع الثاني صح كده. يبقى انت لو قلت اي بي في الوضع الاول ناقص اي بي في الوضع الثاني، انت كده جبت مين؟ جبت الدي. طيب اي بي بقى في الوضع الثاني بقى دي تيجي ازاي؟ ركز معايا، احنا قلنا ان الزاويه دي ب 30 والزاويه دي 25 و6، الكلام ده احنا حسبناه من شويه، لو ترجع هتلاقينا حسبناه، وطول الرد 2 ال صح كده؟ فانت معاك اي بي 1 هو عباره عن 2 ال كوساين 30 سهله. اي بي 2 عباره عن مين بقى؟ عباره عن 2 ال كوساين 25 و6. طيب كده انت حسبت مين بقى؟ ركز بقى معايا كده، انت حسبت من اول هنا لغايه اهو، حسبت من اول هنا لغايه هنا صح؟ مش ده لما تعمل له ريزوليوشن بالكوساين تجيب الطول الاخضر ده؟ هل انت عايز ده؟ لا، ده انت عايز الحته دي بس اهي، فلازم تطرح منها مين؟ الحته دي. الحته دي كده طولها ال على الاثنين، اوكي؟ يبقى ده ناقص ال على الاثنين. تاني انا معايا دلوقتي اهو اهو بكل سهوله، انت عايز دلوقتي تجيب اي بي في الوضع التاني، الرد معاك اهو، لما تعمل له ريزوليوشن هيديك ده. طب انت عايز دي كلها؟ لا، ده انا عايز من هنا لهنا بس. طيب اعمل ايه؟ اطرح منه الحته الصغننه دي اللي هي كانت ال على الاتنين، اوكي؟ طيب كده انا قدرت اطلع الدي، الدي تطلع معاك بتساوي كام؟ 0.775 متر. كده انت معاك الدي، تقدر بقى تعوض في المعادله الكبيره بتاعتك اللي كانت ان الاف في دي تساوي تي 2 اللي هي كانت هاف ام بتاعت البلوك في اي سكوير زائد، تعال نغير اللون الجميل، هاف ام في سكوير عند الجي خاصه بالرد زائد هاف اوميجا سكوير للرد في الاي عند الجي، بسيطه. بعد كده زائد اهو معاك هاف اوميجا سكوير للبليت في الاي عند البي. كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا التي 2. باقي لك مين بقى؟ باقي لك الفي 2. الفي 2 احنا حسبناها يبقى زائد الفي عند الخاصه بالجرافيتي والفي اللي خاصه بالسبرينج. بعد كده هتقول ناقص بقى تي 2 تي 1 اسف اللي هي بزيرو زائد في 1 اللي هي كانت 540. تعالى بقى ايه نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. اهو الاصفر الجميل بتاعنا 0.77، اوكي؟ طيب ام بي معايا بكام؟ البلوك انا اسف كان ب 10 وفي اي 1.35، في جي كان طلعناها بكام؟ الفي جي احنا طلعناها 1.69. طيب والام كان ب 20 والاي جي احنا طلعناها والاوميجا طلعناها 0.33. طب هنا الاوميجا 1.2 والاي احنا خلاص حسبناها ب 54 والفي جي حسبناها كانت بتساوي كام؟ الفي جي اهي كانت بتساوي
تلاتة ستة تلاتة مش عارف كام، وهنا دي كانت 164.5. إذن أنت معاك كل حاجة ما عدا الإف. تقدر بكل سهولة تقول إيه؟ الإف بيساوي، تقدر من هنا تطلع الإف تساوي كام؟ يطلع 85.4 نيوتن. كده أنت خلصت؟ لا، ده قال لك أنا عايز الورك النون كونسرفاتيف من 1 ل 2 أهو إف دي، أقدر من هنا أطلع هو بكام بالظبط؟ يطلع لك 66.2 جول. وبكده نكون خلصنا المسألة الكبيرة دي. طبعا مهم جدا 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 ان انت تدخل جوه المساله بايدك، مهم جدا 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 ان انت تحلها بايديك واحده واحده. معلش النهارده الموضوع كان طويل شويه، لكن كان مهم ان احنا نخلصه مره واحده علشان يعني يبقى حاجه ملمومه معاك لو حبيت تبص فيها. وان شاء الله الموضوع يبقى بسيط، انت حاول تدخل بايديك كده، ولو عندك اي استفسار ممكن نتواصل مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق كده، واتمنى لكم ان شاء الله يعني يكون رمضان سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، ونتقابل على خير باذن الله. السلام عليكم.